الأهلي يكتسح سموحة برباعية مقابل هدف واحد ويواصل تصدره للأسبوع السادس على التوالي الجدول الترتيب بجدارة واستحقاق. كابتن شريف ألف مبروك، أداء جيد وفوز مستحق. الحمد لله الحمد لله، العلامة الكاملة زي ما تمنينا. لاعبي النادي الأهلي كانوا على قد المسؤولية الحمد لله. الفكر الجديد بتاع مستر موسيماني بالتغيير اللي حصل في اللاعبين بنفس الطريقه خدعنا مستر موسيماني لما شفنا الاسماء. لا بس احنا قلنا الاهلي هيلعب فردي. الاهلي هيلعب فردي وهيلعب بالكور العكسيه للاجناب والاجنحه اللي هي بتخش مع بيرتساو. فاجئنا بيرتساو برضو النهارده بيثبت وجوده بعقليه لاعب تمكن الحقيقه في صحيح. منطقه الجزاء كنا اتكلمنا كلنا هيبقى له شكل كويس جدا لما يبقى في العمق، وهو دايما بيجي من الطرف مش من الطرف قوي او من الطرف قوي زي ما حصل في ماتش المحله، وبيقدر يروح ويخترق وعنده الثقه وعنده الامكانيات ان هو يسدد وعنده التايمنج وعنده الهدوء. الهدوء اللي هو موجود في احمد عبد القادر، الهدوء اللي هو موجود في حسين الشحات. فكنا بنتكلم قبل المباراه على شكل هجومي لعيبة كورة عندهم إمكانيات كبيرة جدا يقدروا يترجموا هدف. أجمل ما في المباراة النهاردة في الشوط الثاني والأولاني إن أنا شفت على طول وجود للعيب النادي الأهلي في منطقة الجزاء، على طول رغبة للعرضيات وإنك أنت تلاقي أكتر من لاعب منتظر الكورة، اللعيبة كلها بتطلب الكورة. زي ما إحنا تخيلنا التغيير الكبير ده للحالة البدنية للعيبة اللي كانت مش موجودة، هو مش موجود عشان هو كويس أو وحش أو تقييم، لأ. هو مش موجود لان بيريح لعيبه لان العمليه هتبقى كتيره جدا وتدوير جدا كل 48 ساعه ماتش، الى ان هذا الشهر الحقيقه هيبقى راحه بالنسبه له وياخد فرصه لعيبه كلها اللي عايزه تخش واللعيبه المتعوره واللعيبه المجهده. فانا بالنسبه لي مبسوط جدا من النتيجه واللاعبين، وان كل ما المدير الفني بيحب شكل من الاشكال مع لعيبه معينه بتنجح صحيح وبيبقى لها وجود وفعاله يعني. فالف مبروك و عقبال ان شاء الله كل المباريات الجايه بنفس هذا الشكل. سلام الراوند الاولاني ما تمشي بهذا الشكل وهذا المفهوم، هو ده النادي الاهلي يعني. صحيح. كابتن علاء الف مبروك، مباراه جيده للنادي الاهلي واعتقد انه استوعب الدرس من مباراه المحله. ما كانش درس برضه، ظروف المحله كان الموضوع مختلف شويه، لكن النهارده مباراه تتفرج عليها ايمن وانت ما عندكش قلق مش قلقان يعني. من الاوقات اللي هي انت ما عندكش مشكله النهارده أيوة. حتى لما البينالتي ضاع البينالتي ضاع حتى مسموحه جاب جول في ثانيه، انت جبت جول، لكن هي الامور شكلها من بدايتها ان انت لا انت انت متساعد المباراه من اولها. سموحه زي ما اتفقنا كلنا هنا في الاستوديو دي حاجه الواحد بيحبها جدا لما بتتكلم على حاجه وبتلاقيها عملي، ان عندهم مشاكل كبيره جدا في الاربعه اللي ورا، خصوصا في القلب الاثنين مساكين. كل اهداف تقريبا جت من نفس الكلام اللي قلناه، اذا كانت عرضيات او اختراق من القلب. القلب ضعيف جدا 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 صحيح، كبطء وكتغطيه، ويعني في مشاكل كتير قوي عند احمد سامي خصوصا في قلب الملعب، لازم الفتره دي يبقى يحاول يحلها. لكن مباراه ممتازه للنادي الاهلي، ما فيش فيها عصبيه، انت مسيطر على المباراه، شكلك حلو جدا. الشوط الثاني الحلو، الشوط الثاني انت انتشارك في الملعب هايل، حته اللامركزيه خصوصا الاربعه اللي قدام دي اداك افضليه كويسه جدا. اذا كان بيرسي تاو بيتحرك، احمد عبد القادر زي ما اتفقنا كلنا من اللعيبه اللي هي عندها مهاره كويسه قوي باختراقه في قلب الملعب بالكره او من غير الكره مقلق جدا. اللي عجبني كمان نزول محمد هاني، نزل عمل شوط ممتاز تغيير اكرم توفيق، يعني انذار ممكن عصبيه شويه ممكن انذار الثاني، فموسيماني رايح كعادته على طول، ما بيحبش هو حته يكون عندك انذار يبقى عندك مجازفه او مغامره. لكن محمد هلا نزل مفيش مشكله خالص في الجنب اليمين، ودي الحاجه الحلوه انما يكون عندك واحد اساسي او الاحتياطي بتاعه، الاثنين نجوم كبار جدا فما عندكش مشكله ما بيحصل تغيير. لكن الشوط الثاني يحسب للعيبه النادي الاهلي ان هم استحوذوا على المباراه بشكل تام غير الشوط الاول. الشوط الاول كان فيه بعض المساحات لسموحه عامله قلق شويه، لكن الشوط الثاني لا تحس ان لا الملعب انت امتلكته. ممكن يبقى فيه مساحات بس مش كتيره قوي لفريق صحيح. سموحه الخطوره مش قويه جدا، هي بس الهدف اللي جه كان شويه سرحان ان انت رجعت ورا شويه، دافعت ورا شويه مزبوط. يعني مع 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 سرعه الكوره مع الكوره متحركه انت غصب عنك بترجع لدارك شويه صحيح. بس كان في اتزان، هدوء، سيطره واستحواذ زي حتى ايمن، بس هي الهدف اللي حضرتك بتقول عليه الهدف اللي جه ده تحس برضه ان مفيش مشكله يعني، هو جه مش هدف
ان سموحه ضغطك وبيضيع فرص وانت لا. لا لا خالص، هو هدف وقفه دفاعيه سرحان شويه دفاعي مسموح بيه، لكن بعد كده ممكن يتعالج. ما قلقتش بعد الهدف خالص بالمره يعني لما كنت غالب المحله اثنين وجابوا جول تقلق تقلق، يعني شكل عام المحله عندهم شراسه شويه كده وبيجروا كتير وبيدوروا هدف. يعني سموحه لا، سموحه فريق بيلعبك كره عاديه جدا، مشاكله الدفاعيه كتير جدا، فانت في اي وقت انت هجيب جول لان هي. عندهم اهم خط هي. كل المشاكل بتتصاب فيه، فانت صحيح. ما عندكش مشكله، خصوصا كمان الاربعه اللي قدام بتوعك انت بدنيا فايقين قوي، بيتحركوا كويس قوي، شكلهم في الملعب كويس، بيتحب حته المساحات بيروح فيها كويس جدا، حته ان هو مفيش تخالط بالمراكز دي فرقه جامد جدا، اذا كان مع محمد مجدي واحمد عبد القادر، حتى بيرسي تاو في اوقات كتير قوي كنت بتشوفه على الاطراف بينزل بيستلم كوره، ما عندكش مشكله في حاجه. انت مستحوذ، انت يعني الشكل العام ان انت لا انت التحركات كلها كويسه. هي بدايه بس مباراه الشوط الاول يعني سموحه كانت بتبادلك، بص كانت في مساحات بيقدر يتحرك، لكن مع الضغط ومع الكثافه العاديه اللي انت عملها خصوصا في الشوط الثاني كل اللي احنا شايفينه ده اعتقد انتهى. يعني لما نيجي بس نتكلم على الاهداف وشرح لعب النادي الاهلي الشوط الثاني لا كان في تفوق كبير للنادي الاهلي. صحيح كابتن عادل، الف مبروك، النادي الاهلي يحصد العلامه الكامله ويواصل تصدره الجدول المسابقه والنتيجه كويسه كمان. طبعا انت بتتكلم طبعًا. في عدد اهداف وافر اهو، احنا عندنا غير اللي ضاع لا يعني بتكلم انت كسبت 5-4 و4 وده حاجه صح. كويسه. الحاجه اللي بتزعلني دائما لاني بحب ان انا اطلع كده من غير اهداف لما استقبل الهدف، رغم ان هو العمق الدفاعي ده كان لازم نطلع، ولكن الحلاوه في الامر ان انت رجعت بسرعه عشان ما تديش لسموحه ثقه. النهارده فرقه النادي الاهلي بطريقه موسيماني فرقه مفترض ان هي عندها واحد تاني اخر، بدليل شفنا اكرم توفيق ادى اداء مميز لكن عنده نرفزه شويه ممكن وخد انذار، فنزل محمد هاني ما حسيناش بالفرق، بل بالعكس محمد ادى كويس قوي وعمل هدف، ومحمد هاني لعيب كويس وان شاء الله يرجع يبقى محمد هاني اللي احنا عارفينه، يبقى عندنا صراع جميل حلو ما بين اتنين لعيبه في مركز واحد ويجي الناحيه الثانيه ايمن اشرف اهو ادى واحرز هدف زي علي معلول بقى هداف، ممكن ايمن اشرف برضو يعوض غياب علي معلول، عندك حمدي فتحي وياسر ابراهيم وبنون وفي اكتر من لاعب ممكن يلعب في حته، وايمن يخش سيرد باك ادي حاجه كويسه، خش على نص الملعب عندك حمدي فتحي وديانج احيانا لما بيلعب، السوليه لما بيرجع السوليه لوحده فرقه في الوقت الحالي، لما بيرجع السوليه بيعمل حاجه غير عاديه، عندك الاطراف واحد زي عبد القادر اهو لعب النهارده، رغم ان عبد القادر يعني انتاجه النهارده في الحته التهديفيه ما كانش جاد، لكن عمل مجهود كبير قوي وواعد وحاجه كويسه قوي عبد القادر وبيعمل مجهود كويس. حسين الشحات النهارده كان رايق بيلعب كره كويسه، لكن حسين برضو لازم عنده الحته بتاعت ان هو لازم يتعب شويه ويجري كتير شويه عشان يجهز، لان حسين لعيب كره كبير لو جهز هيبقى حاجه كويسه قوي. بس يحسب لمستر موسيماني انه مصمم على طريقه 3-4-3 وبالرغم من غياب علي معلول وعمرو السوليه وعلي معلول بالذات طبعا، الا انه النهارده صمم على طريقه ولعب. كابتن فقبل لما ينتهي الاستوديو وندخل على المباراه انا قلت لك احتمال ان هو هيلعب بطريقته، كنا سالنا سؤال مع الكابتن علاء ميوب وقلنا ان هل تغير طريقتك ولا تغير الفرد؟ الكابتن علاء قال لي انا كمدرب هغير الفرد، ما بغيرش طريقتي. الطريقه اصل صعب جدا يا كابتن انك تغير طريقه، لازم يبقى عندك مرونه تلعب بطريقه مماثله شكلها، لكن ما تغيرش كتير قوي من ماتش لماتش بتفرق كتير. ولكن انا مبسوط جدا لاداء اللعيبه في ثقه، اداؤه في قوه، اللعيبه بيرستاو النهارده اثبت ان هو صفقه جيده صفقه كبيره قوي. ديانج طول الوقت يا كابتن ايمن مستوى ثابت ما شاء الله، عنده قطع كويس، يعني انا مش عاوز اعدد اللعيبه مين احسن ومين احسن ومين احسن، لكن في اخر الامر بقول لك ان النادي الاهلي ماشي في الطريق الصحيح، النادي الاهلي عنده استقرار كويس قوي، لو النادي الاهلي فدى على كل الفرق اللي هو يعمل الضغط عليها ويعرف يحرز اهدافه من غير ما يضيع اهداف كتير يعني انا يعني احيانا كتير قوي بقول ان النادي الاهلي لو جاب جون في اول يعني البنالتي لو دخل كنا ممكن النتيجه تبقى اكتر، لان الفرق
ما بتعرفش تعمل البلان رقم 2 عندهم. دي حقيقه. والحاجه الثانيه بقى المهمه ودي انا سايبها للكابتن ناصر، بس انا عاوز اقول حاجه، هو الفار دايما يعني، واحنا ليه موضوع الفار بالنسبه لنا صعب ان يدينا حاجه؟ يعني انا بحس ان الفار اتعمل علشان يبقى ضدنا، يعني في حاجات كتير قوي. انا شايف ان لينا 2 بنالتي، لو جالنا 2 بنالتي كنت ممكن تبقى نتيجتك 6، بس هنشوفها، انا مش هستعجل. ولكن انا متاكد تماما ان الفار بالنسبه لنا مقلق قوي. السنه اللي فاتت كان مقلق جدا، ضيع مننا 18 بونت او 16 بونت. كان سن الحمد لله حركه قديمه ان شاء الله. الحمد لله احنا فزنا بمجهودنا في الملعب، طبعا روح اللعيبه في الملعب والسيطره والاستحواذ زي ما قال الكابتن شريف والكابتن علاء، مش محتاجين احتواء، احنا مش عايزين احتواء كابتن ايمن، بس حتى خلصنا من احتواء للعيبه نحتوى الفار كمان، تعبنا بقى. صحيح، زهقنا يعني. صح. كابتن بلال بيرسي تاو بيثبت انه صفقه رابحه ويتصدر هداف الدوري برصيد 5 اهداف بالمشاركه مع زيزو لاعب الزمالك، ولكن بدون ركله جزاء واحده. طيب خليني بس اقول ان الاهلي اون تراك يعني، تمام. 6 ماتشات ب 18 نقطه، بدايه رائعه جدا 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 جدا، و18 هدف. و18 هدف، يعني ده مؤشر يقول لك ان الاهلي البطوله ان شاء الله للاهلي يعني باذن الله ان شاء الله، يعني ان شاء الله نتمنى ان شاء الله، لان الاهلي على الطريق الصحيح يعني. دي رقم 1. رقم 2 هو ده النادي الاهلي لما بيكون في حاله التركيز جيده من المدير الفني واللعيبه، بيحط كل فرقه في حجمها. يعني النهارده انت بتحط يعني احنا اتكلمنا على سموحه قبل الماتش، قلنا سموحه بيكسب ماتشين وبيتعادل ماتشين، يعني عنده يعني مع الفرقه الثانيه طبعا يعني عنده امكانيه او بيحاول ان هو ما يطلعش خسران باي حال من الاحوال. النهارده بتركيزك وبقدراتك وامكانياتك قدرت انت تسجل 4 اهداف، وزي ما قالوا الكباتن كان ممكن نسجل 5 وكان ممكن نسجل 6، والماتش اتفتح لدرجه ان انت سهل جدا 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 اي حد يروح جول، اي حد ممكن يروح جول، اي حد ممكن يروح جول. بيرسي تاو بنحيي فيه مستر موسيماني لاصراره عليه، وبنحيي النادي الاهلي للتعاقد معاه، لعيب جيد من ماتش للتاني بيقول ان انا موجود، بيقول ان انا صفقه جيده، بيقول ان انا في وقت من الاوقات ممكن انافس على هداف دوري، وفي وقت من الاوقات ممكن تستغلوني كلعيب عندي امكانيات كتيره، العب سنتر فورورد 9، العب ناحيه اليمين، انا العب ليفت وينج، العب رايت وينج. لعيب جيد وامكاناته جيده، لعيب عنده شخصيه قدام الجول يعني، بيعرف يتصرف، عارف يعني عنده المهاره بتاعته. والكلام ده قلناه قبل الماتش ان الاهلي النهارده هيستغل المهارات، هيحاول يستغل المهارات اللي موجوده عند اللعيبه اللي قدام. صحيح. بيرسي تاو، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، احمد عبد القادر، انت عندك رباعي عندهم امكانيات كبيره، مهارات عاليه. النهارده الاهداف تقريبا معظمها مهارات عاليه تقريبا. صح. كلها ان لم يكن كلها يعني. ايوه، باستثناء الكره العرضيه الجماعيه الرائعه جدا، الهدف اللي اتلعب من محمد هاني اللي اتلعب لبيرسي تاو وقدر يسجله هدف، وده كان من وجهه نظري برده هدف جيد جدا، بحيي عليه محمد هاني، بحيي بيرسي تاو. الاهلي النهارده بيقدم مباراه نموذجيه الحقيقه بكل حاجه، التزام، انضباط في الملعب، تركيز، استحواذ ايجابي يعني بتنقل نفسك بيه لانك بتصنع هدف، بتضغط على الخصم في المناطق الجيده بالنسبه لك، سيطرة على نص ملعب بشكل جيد، انهاء الهجمات بتاعه سموحه من بدري. النهارده بتحاول تاني من بدري نفس طريقه اللعب 3-4-3. ايمن اشرف النهارده بيسجل هدف رائع جدا جدا، يعني اخذ الحاسه بتاعه الهدافين وحطها بشكل جيد، اتلعبت من محمد مجدي قفشه بشكل جيد. ودي يعني دي الحاجه اللي احنا دايما يعني بيتسم بيها مجدي قفشه، ودي قدراته وامكانياته الرائعه جدا. النهارده بيعمل واحده لهاني يحط منها الجول الرابع، وبيعمل واحده لايمن اشرف بيسجل منها الهدف الاول، ودي قدرات مجدي قفشه الحقيقه وقدراته الكبيره على صناعه الاهداف. هو ده اللاعب المتميز لما يكون موجود في المكان بتاعه، لعيب متميز جدا، لعيب جيد جدا، عمل النهارده شغل عالي جدا مع احمد عبد القادر ومع بيرسي تاو ومع حسين الشحات. الشحات النهارده رائع جدا 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 جدا، صنع الهدف الاول بشياكه عاليه جدا، يعني سجل هدف كنت اتمنى ان هو يعني يتحسب له الهدف اللي سجله ده، ولكن تحركاته كانت جيده. الكلام اللي قلناه قبل الماتش، اللامركزيه في اللعيبه اللي قدام يعني. صح. النهارده بتشوف بيرسي تاو مره شمال، حسين الشحات بيخش في القلب، احمد عبد القادر ورايت وينج او العكس، ما
ممكن يحصل تبادلات كتيره جدا اثناء الجيم، وده اللي خلى لعيبه سموحه مش قادره تنزل. الخلل في دفاع سموحه طبعا طبعا، واستغلال السرعات، وده اللي كنا بنتكلم عليه يا كابتن، ده اللي كنا بنتكلم عليه يا كابتن علاء، انك لازم في وقت من الاوقات تخلق انت الهجمه المرتده السريعه. النهارده الجول بتاع بريسيتاو ده هجمه مرتده سريعه اتلعبت، هو ده اللي انت لازم في بعض الاوقات تشتغل عليه. المصيده اللي بتعملها لبعض الفرق انت ممكن تسيبه في بعض الاوقات يستحوذ علشان خاطر انت بتفكر في بلان تشتغلها او في استراتيجي ممكن تشتغلها بعد كده، صح. اللي هي الكره الطويله تستغل السرعات اللي موجوده عندك، استغلها بيرسيتاو بشكل رائع جدا. مزبوط. ورقص الترقيصه واحده والثانيه وحطها جول رائع جدا جدا جدا. عايز اكلمك في موضوع ضربتين الجزاء وحاجه ثانيه. انا شفت في لقطه، نبتدي بالحاجه الثانيه، سيبك من الضربه، نبتدي بالحاجه الثانيه. شفت في لقطه الهاني سليمان حب يعطل هجمه للنادي الاهلي، أم لعب الكرة الثانية في اتجاه الكرة والنادي الأهلي مستحوذ عليها بدل ما يطلعها بره. عيب قوي. بص أنا شفت اللقطة دي، كابتن محمود البنا ممكن ما يكونش شافها، ولكن دور الحكم الرابع بره إيه؟ بص يا كابتن أقول لك على حاجة، يعني ده ستايله وده أسلوبه، يعني أنا يعني، وده مش بتكلم كلام وليد اللحظة يعني ولا وليد النهاردة، يعني أنت بتتكلم على ستايل لعيب وفكره بقاله يمكن 10 سنين بيشتغل الشغل ده، وكتير جدا في تحذيرات من مدربين وتحذيرات من انديه، وفي النهايه انت مجملا في النهايه انت خسران 4 النهارده. خد بالك كره القدم الموضوع ده انتهى من العالم 4 مع الرقفه. على فكره انا لو مدير فانا مش هلعبه تاني. انا بكلمك بجد يعني. وناس يعني انا ماليش ان انا اقول الكلام ده، لكن انا بقول لك عاده لو عندي لعيب بالشكل ده بالاسلوب ده انا مش هلعبه معايا تاني في الفرقه. انت بتضيع وقت من الشوط الاول، يعني في ماتشات بيضيع فيها وقت من الشوط الاول من الدقيقه مثلا 10 ولا الدقيقه 20 ولا الدقيقه 30. خد بالك حارس المرمى جيد اللي يكون مساعد جيد لفرقته، مش اللي يفضل يضيع وقت طول يعني طول الماتشات. والنهارده يمكن يعني طريقته في الخروج من المرمى، قدراته وامكانياته مش امكانيات حارس يعني رائعه، يعني فاهم قصدي؟ فالافضل من انك تفكر انك تضيع وقت انك تركز انك تبقى كويس في الملعب. صحيح. ده هيبقى مهم بالنسبه لك انت، تمام؟ ما اقعد كل شويه اضيع وقت واقع واضيع، يعني حتى هو مغلوب 3 وقع ومسك البتاع على ال 18 تعمل ايه يا حبيبي؟ احنا قلنا مش عايز الرابع يعني. تعمل ايه؟ مش عايز الرابع. بص يا كابتن انت وصلته لايه؟ صح. انت وصلته انه هو خلاص هو قلقان يجي فيه 4 و5. أيوه. انت متخيل؟ فبيضيع فبيضيع وقت تاني. أيوه. يعني هو رجع للاسلوب بتاعه بس بشكل مختلف، بشكل مختلف شويه يعني. صح. الاول كان بيضيع عشان ما يجيش في جول، النهارده بيضيع عشان ما يجيش في 5 و6. مظبوط. تمام. بس يعني مجملا عايزين نقول ايه؟ عيب قوي شوت الكوره كده كابتن، ما يصحش طبعا. في حاجات ما يصحش يعني، بص في حاجات ما يصحش تتعمل يعني، فاهم قصدي؟ انت المفروض انت تركز انت كجول، ركز في مهامك الطبيعيه. يعني يطلع كابتن احمد ناجي يقول لك انا عندي واحد من اهم الحراس في المرمى، لا بالشكل ده يبقى مش مهم. مين اللي قال كده؟ كابتن ناجي، كابتن احمد ناجي. على ايه؟ على الهاني سليمان. لايه يعني؟ يعمل ايه؟ طب نستاذنكم الاول نروح للمنتخب يعني؟ كابتن عادل بعد اذنكم نروح لملعب المباراه ومعانا زميلنا العزيز كريم احمد ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي. اتفضل يا كريم. برحب بيك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل نجوم الاستوديو التحليلي. فوز مهم جدا الحقيقه النهارده لفريق النادي الاهلي قبل التوقف الخاص طبعا بطوله الدوري العام. كل الامور دي هنتكلم فيها طبعا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. مبروك يا كابتن سيد، مباراه فيها شراسه وحذرتوا فيها بشكل كبير جدا، لان الموسم اللي فات الامور بالنسبه لنا مباراه سموحه مباراه المحله كان لازم يكون في تركيز كبير قبل التوقف. بتشوف الجيم ازاي واداء النادي الاهلي النهارده ازاي؟ هقول طبعا الحمد لله على كل شيء. يمكن انت شرحت بس في سياق الكلام كده حاجه مهمه جدا، ان في هيبقى في توقف مهمه وان انت تختم بشكل كويس. يعني المباراة الحمد لله كانت لحد كبير كويسة في معظم فتراتها بنسبة 90%. يعني جالنا بنالتي في الدقيقة 3 في الدقيقة 3 من بداية اللقاء، كان ممكن يسهل أكتر وأكتر، لكن الحمد لله طبعا قدرنا احنا نختم الشوط الأول ب 2-0، وبعدين هم قللوا الفارق، لكن في نفس الدقيقة قدر حسين شحات وبعد كده بيرستاو إن هو يزود الفارق. الحمد لله طبعا على كل شيء. هي يعني مرحلة كانت فيها 3 مباريات وبعد كده كان في توقف وبعدين 3 مباريات وبعدين في توقف، فكان مهم جدا ان احنا نختمها بشكل كويس الحمد لله. يمكن رغم غياب معلول وعمرو السولية لكن ما بنحسش الحمد لله مع السكواد اللي معانا كابتن سيد الحقيقه ان في فروقات او في غيابات، وده امر اكيد يحسب للجهاز الفني ويحسب كمان لكابتن سيد، لان التحضير النفسي مع الجهاز الفني ده امر مهم جدا مع لعيبه النادي الحمد لله. طبعا الحمد لله كلنا ثقه في كل اللعيبه اللي موجوده. كريم فؤاد النهارده مقدم عدد من الدقائق مش كتير، لكن قدر ان هو يقول ان هو واحد من العناصر المهمه جدا في اختياراتنا وقدومهم للنادي الاهلي. هي واحده واحده، كل واحد هياخد وقته، كل واحد النهارده بيشارك بشكل زي احمد حمدي عبد القادر
وكريم فؤاد وعمار خد شويه قليلين، لكن اكيد يعني مع مرور الوقت والماتشات وضغطها واختلاف البطولات اكيد كله هيشارك. بيتسو موسيماني 73 مباراه ب 155 هدف كبسات حتى هذه اللحظه، ده يعني اكيد بيسعد الجمهور وبيسعد المجلس الاداره وبيسعد الجهاز الفني، لان احنا عندنا الرغبه والفريق بيلعب بشكل جيد جدا. بتفسرها ازاي وبتشوف الامر ده ازاي يا كابتن؟ اقول بس يعني طبعا النقاط الثلاثه هي الاهم، لكن طبعا تاكيد الفوز وتاكيد الانتصار بيبقى حاجه كويسه يعني. الحمد لله زي ما قلت يعني، خلينا نتكلم على الهدف الاكبر اللي احنا كنا عايزين نختم المرحله ديت بانتصار، وده اللي اتحقق الحمد لله رب العالمين. خلاص يمكن الفتره اللي جايه عندنا معسكر الفتره الجايه في الامارات عايز اتكلم عليه. لسه التأكيدات ولسه ما يعني بنسبة 100% لسه ما حصلناش عليها يعني، لكن هنشوف هنعمل ايه النهارده في انتظار تحديد موعد السوبر الافريقي. لحد دلوقتي ما عنديش معلومه اكيده هل هيبقى في ختام ديسمبر ولا هيترحل لسه النهارده، يعني المفروض ان هم هيبقى في ميعاد النهارده او في قرار النهارده يعني. على بناء عليه او على القرار ده هنبدا ناخد اتجاهاتنا وترتيباتنا ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي في رسالات مستمره في مباراه المحله، الحقيقه كان ليه تاثير النهارده كمان، الحقيقه تشجيعه المميز جدا، دور الجمهور مهم جدا يا كابتن سيد الفتره اللي جايه. طبعا يعني عناصر اللعب هو اهمها واولها هو الجمهور يعني. شكرا جزيلا. بنشكر اكيد كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره على هذه التصريحات، وان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، والترتيبات بقى الخاصه به معسكر فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يتم حسمها مع مجلس اداره النادي الاهلي. عندنا طبعا انتخابات كابتن ايمن، انت عارف باذن الله بكره الكل ان شاء الله يكون متواجد في انتخابات النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى فريق النادي الاهلي اداؤه المميز ده يستمر فيه، وايضا كمان الثقه الكبيره اللي فيها الجهاز الفني بادائه وبقراءته الفنيه ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، سواء في بطوله الدوري العام ومنها ان شاء الله في البطوله الافريقيه ومن قبلها كاس السوبر الافريقي الاهلي والرجاء. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد. هنروح لفاصل ونرجع نتكلم كلامنا في الامور الفنيه حول المباراه مع ضيوفنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. يمكن كنا قبل المباراه كنا بنتكلم على مستر موسيماني ونتائج مستر موسيماني، وهل المدير الفني اداء ولا نتائج وأداء ولا نتائج بس، ولكن بيثبت مستر موسيماني للسنة الثانية على التوالي إن هو مدير فني كفء بالأرقام والنتائج والبطولات. تعالوا نروح مع بعض للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر موسيماني قال إيه بعد المباراة. It's different, completely different than other games. Congratulations for the subs. تغيرات إيجابية وأسوأ عن تعديل النتيجة، فوز كبير بـ 4-1. هل تعافي اللعيبه من الاجهاد اللي كان فتره توقف الدوري ده اصلا ان الاهلي يظهر بهذا الشكل؟ ماذا بس؟ What is the reason with a good performance today? Maybe because they took rest, good rest after the break. After the rest, we got the break. And no, we never had a break. حضرتك بتقول له في يعني بتقول مبروك، ويمكن عشان اللعيبه تعافت من بعد فتره الاجهاد والتوقف، وبيقول حضرتك ما كانش في فتره توقف، بيقول لك التلات ماتش ورا بعض ما كانش في فتره توقف. الحاجه الوحيده بس اللي عملناها احنا غيرنا الهجوم بتاعنا، حطينا لعيبه يعني فايقه يعني عملنا جديده يعني غيرنا ايمن تو ذا ليفت، وحطينا ايمن ناحيه الشمال، ايمن اشرف ناحيه الشمال، ولعبنا قفشه 8 ارتكاز مركز نمره 8. شكرا لك. طب مش ست لواء مين؟ مبروك كونجراتوليشن فور ذا ليج. Last season, we lost against Mahal and back the Ahly and many games and Zamalek and many games we have, and even with Smouha in the same pitch we lost last year. Today, yeah, you have a good positive result to all of them. Now you have a good understanding for the Egyptian league, how it is played. I'm only 13 months. طب انا اقول ترانسليت ذا كويشن. حضرتك بتقول له السنه اللي فاتت كان في تعثر قدام الجيش وقدام فرق كتيره اللي احنا كسبناها في الفتره الاولانيه مع بدايه الموسم، يا ترى فاهم ده فاهم الدوري اكتر؟ بيقول لك ابيت 13 شهر بس في مصر. يس ام اونلي 13 مانس هير 13 شهر بس في مصر. جيف مي تايم، اديني وقت اكتر. The team has not played exactly the way I want. الفرقه لسه ما بتلعبش بالظبط بالطريقه اللي عايز العب بيها. لسه بيرتكب اخطاء. Sometimes I want to keep zero behind. احيانا ساعات بحاول احافظ على الشباك النظيفه ما اخدش فيها اجوان. But because of the attack. لكن عشان بنهاجم على طول. We open a little bit at the back. بنفتح ورا شويه. But we play different, you can see. لكن طبعا بنلعب باسلوب مختلف حضرتك شايف اكيد. And
Now I have an understanding of the league. دلوقتي بقيت فاهم زي ما حضرتك قلت فاهم دلوقتي اكتر الدوري المصري بتعلم واحده واحده. اتفضل اخر سؤال. Last question. Congratulations for the win tonight. The last one, the 3 points. Yeah. They are playing without a real striker. We don't play without your initial striker, Mohamed Chief, and you won't for the. What is the secret of that? We played without a striker tonight. بقول حضرتك بتقول حضرتك بتقول بيلعب من غير راس حربه وبنلعب بيقول لك في غياب محمد شريف اتكلمنا على الحته دي فبيقول لك انا لعبت براس حربه حضرتك بتقول ما لعبش براس حربه انا لعبت براس حربه النهارده بيرسي is playing as a winger بيرسي تاو بيرسي بلاير لا هو كان بيلعب راس حربه صحيح هو شريف مع المنتخب بيلعب كوينج على الطرف هنا يبلاي اون ذا سترايكر انا بلعبه 9 راس حربه لكن هو بيرسي النهارده كان راس حربه وكان كان لعب راس حربه على الاطراف كعبد القادر وحسين يعني هو ما كانش وينج طب فين هو في واحد بيرسي از نوت ا وينر از ا ناين بقول حياتك هو ما لعبش النهارده ماشي يمكن هو ما لعبش النهارده كوينج هو لعب راس حربه صريح الماتشات فيه ماتشات طبعا شريف كويس جدا فيها بس زي ماتشات الزمالك ادى جامد جدا شريف شريف فاهم طبعا الدوري المصري وعارف طريقه لعبه بتناسب الدوري المصري لكن في بعض المباريات ما بيستخدموش كلمه 9 وبيلعب مثلا حد زي بيرسي اوكي وساعات برضه قدام الزمالك لعب طه رقم 9 فهو عنده فيه تراوح انا مش عارف هو قال حياتك لا اوكي طب اوكي اتفضل اتفضل حضرتك اسال اتفضل the break will have maybe will affect the team the break will have positive or negative the break will have almost 1 month it will be positive or negative for the team for the professional team well we can only say is positive or negative after هو السؤال بيقول التوقف هيبقى ايجابي ولا سلبي للفريق فبيقول ما اقدرش نقول دلوقتي لولا لما نرجع تاني هنقدر نعرف اذا كان سلبي ولا ايجابي اسالني انا نفسي العب كمان 3 4 ايام واكمل لعب لان المود بتاعنا كويس حاله كويس حاله مزاجيه كويس حاله مزاجيه كويسه وبنسجل اهداف كويس بنسجل اهداف انا مش عارف بس هنشوف ان شاء الله شكرا طب انا ما اعرفش ابقى هكتب اعمل ايه اخد سؤال ناخد السؤال طب اوكي ذكرى ده مش الماتش صح what is this حاجه حلوه دي حاجه is talking about the مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين ويمكن زي ما شفنا مستر موسيماني راجل بيتكلم النهارده بهدوء الاسئله استفزازيه ولكن برضه هو بيتكلم بهدوء بعض الصحفيين لما بيجوا يسألوا احيانا بيبقى ليه غرض من السؤال ولكن طريقه طرح السؤال تستفز المدير الفني ولكن هو النهارده مستر موسيماني كان هادي جدا 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 طبعا نتيجه المباراه كانش فيه ضغوطات عليه زي الماتش اللي فات حب يجادل معاه الصحفي من ضمن الصحفيين في حته انه ليه ما لعبش براس حربه النهارده هو قال له لا انا لعبت براس حربه النهارده براس حربه كان بيرسي تاو كابتن شريف ارقام مستر موسيماني مع الاهلي تتحدث عنه زي ما انت قلت دلوقتي مش حال استفزاز يعني هم بيحاولوا يدوروا نفسهم على اي شكل من الاشكال في الوضع الجيد اللي انت فيه الراجل كسبان 6 مباريات منهم الزمالك محافظ على والاسماعيلي اكبر بيقول له لعب فيرود وانا ما لعبش فيرود النهارده بيكسب بالخمسه والاربعه والاربعه والثلاثه بمناسبه المكسب يا كابتن نقول نتائج مستر موسيماني مع النادي الاهلي اتفضل عدد 72 مباراه فوز 50 مباراه وهزيمه 4 تعادل كبير شويه يمكن 18 له 148 هدف عليه 51 هدف ده في مده قد ايه؟ سنة وشهرين لا والنتائج بتاعت البطولات نتائج البطولات نتائج البطولات هايلة ما دي مهمة هايلة ده رقم قياسي انت محظوظ انك يواجبك مدير فني خدت بالك يقدر يحقق لك في هذه الفترة وينسجم وانا شايفه النهارده بيعمل تدوير كمان في الفرقة زي ما هو عايز مظبوط يعني موصل كمان كل لعيب انه
بيعملوا حاله استقرار نفسي انه ما يطلبوا في اي وقت زي محمد هاني كده النهارده يكون عنده دافع انه يأدي ويطلع الكره اللي عنده. ف كان بيرد عليه دلوقتي بيقول له انا بتعلم. طبعا هو لا يقصد حكايه انه بيتعلم ولا حاجه من القصه دي. هو عايز يقول له انا موجود وانتوا بتكلموني في حته ثانيه خالص وانا فاهم انتوا بتعملوا ايه كسوشيال ميديا يعني. فهو راجل محترف وفاهم الدنيا ماشيه ازاي. فاحنا بنتمنى له كل التوفيق. واحنا كل اللي كنت عايز اتكلمه انا ان حته الامتاع والمكسب هي متوفره ومتوفره دايما مع لعيب النادي الاهلي. لعيب النادي الاهلي لما بيضغطوا على اي حد بيخلصوا الجيم. لعيب النادي الاهلي يملكون من الفارق والامكانيات في الملعب ان مهارات عندهم كتير قوي. يعني في اي وقت خلال ال 90 دقيقه انت بتشوف حوالي 15 20 هجمه منهم على الاقل 12 هدف ممكن يكون محقق. يعني انت ممكن تطلع في كل ماتش عندك هيف سكور لو توفقت يعني. خاصه كمان لو اللعيبه بتاعتك كلها موجوده ما فيش حاله الارهاق ما فيش اللي بيروح ويرجع المنتخب والخروج والسفر والحاجات دي واللعب كل 48 ساعه. ف احنا بنهنيك يا مستر موسيماني وبنهني جماهير النادي الاهلي بيك وبنهني اداره ومجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله. فكل المؤسسه ماشيه بخطى ثابته لهذا الشكل اللي احنا فيه النهارده اللي هم العلامه الكامله الست مباريات. فما توجعش دماغك يعني. لا ما توجعش دماغك. انا بتكلم على ارقام زي ما قالوا الكباتن. لا تلتفت لاي شيء. لا طبعا احنا فاهمين كل اللي بيحصل ده يعني واحنا ماشيين في سكتنا. صحيح. ونبص في رؤيتنا بس ما نبصش في رؤيه حد. اديك اتفضلت وقلت على حد بيطلع يتكلم عننا ويتكلم على موسيماني ما مش لاقي حاجه يتكلم. مظبوط. ما يروح يتكلم عن نفسه يعني. مظبوط. يدور على اي حاجه تانية يمكن بعيد عننا احنا ان احنا صعب. من الارقام اللي يعني انا متربيين زي ما علي قال لك كده على المكسب بس. حاجه تانية خالص. لما بنتعادل ماتش احنا نفسنا بنبقى مش طايقين نفسنا. مظبوط. من ضمن الارقام اللي انا قلت لحضرتك 18 مباراه بالتعادل بس منهم مباراتين فوزنا فيهم بركلات الترجيح بعد المباراه. اللي هو طلائع الجيش في كاس مصر السنه اللي فاتت والبرونزيه كاس العالم. بس ربنا سبحانه وتعالى يعني الكمال لله وحده. صحيح. فهمتني؟ واللي بيكتبه لك ربنا على حسب مجهودك ونيتك واخلاصك في الملعب يعني. فهي دي حتى الناس لما ربنا بيبعت لك مدرب زي موسيماني او فايلر او اي حد كان موجود بينغمس بسرعه في مفهوم مؤسسه النادي الاهلي ايه هي. ما بيبقاش صعب قوي الحكايه وكل الاجهزه الفنيه اللي موجوده متربيه في النادي الاهلي. مظبوط. الكباتن الموجودين كلهم متربيين في النادي الاهلي كلهم وعارفين معنى البطولات ايه والنادي الاهلي. صحيح. فعادل وعلاء اعتقد كان ليهم باع كبير جدا مع الفرق الكبيره والفرق الصغيره. فالناس ما عندهمش احنا قاعدين هنا عشان نستمتع ونتمتع بالنادي الاهلي. ونعم انك اهلاوي بيني وبينك يعني والله ده مش كلام يعني. نعم انك انت اهلاوي وان الدنيا كلها اعتقد عارفه من هو النادي الاهلي في العالم كله دلوقتي يعني. صحيح. طيب تعالوا نروح مره تانية لزميلنا كريم احمد من ملعب المباراه ولقاء مع كريم فؤاد لاعب النادي الاهلي. بجد التحليك من جديد كابتن ايمن شوقي كل كابتن الكبار. فوز مهم جدا بنبارك طبعا لكل فريق النادي الاهلي والجهاز الفني. اخر مباراه قبل التوقف فكان بد ان احنا نكون فايزين وباداء وبنتيجه كبيره جدا على خصم كبير زي السموحه. طبعا انا معايا واحد من النجوم اللي بنتمنى له الفتره اللي جايه مستقبل اكبر من كده كمان كريم فؤاد. برحب بك يا كريم ومبروك النهارده الفوز. انا عارف انت مستني الفرصه وهتيجي الفرصه ان شاء الله لكن اول دقائق ليك شايفها ازاي دي في القوه الكبيره جدا مع سموحه وشايفها ازاي النهارده؟ والله مرحبا بحضرتك يعني اول حاجه. تاني حاجه والله انا مبسوط جدا بان انا لابس شيرت النادي الاهلي ودي اول دقيقه ليا وبدايه موفقه ان شاء الله وان شاء الله اللي جاي احسن واقوى من كده باذن الله. عندنا نجوم كتيره وعندنا كوكبه كبيره جدا من اللعيبه وانكار الزاد مهم جدا. مين اللي يكون موجود؟ انا عارف ان كريم عايز يكون موجود لكن مين يكون موجود بتترك للجهاز الفني. لكن انت شغال ازاي كريم في التدريبات وبتشتغل ازاي الفتره دي؟ والله العظيم هو زي ما حضرتك بتقول ان دي رؤيه الجهاز الفني واي حد يكون موجود كلنا بنتمنى له التوفيق كلنا اخوات وحبايب وانا بشتغل على نفسي وان شاء الله يعني ان شاء الله يبقى ليا دور باذن الله. كل المباريات صعبه وشفنا الحقيقه مباريات صعبه جدا كمان مباراه المحله مباراه النهارده. شايف الموسم ده صعوبته ازاي من وجهه نظر كريم فؤاد؟ هو الموسم صعب جدا في فرق اللي صعده كلها فرق قويه وكل الفرق عندها تدعيمات كويسه قوي السنه دي وكلهم يعني قوه واحده وان شاء الله ان شاء الله السنه دي الدوري في الاهلي.
سمعت تصريحات موسيماني بيقول كريم فؤاد جوكر بيلعب في كل حته استغله في كذا مكان، الكلام ده بينعكس عليك ازاي؟ لان ده بيحملك مسؤوليه كبيره جدا يا كريم الفتره اللي جايه. والله هو انا تحت امر الجهاز الفني في اي مكان بيحطني فيه انا ما عنديش مشكله في اي حاجه، وتحت امر الجهاز الفني والحمد لله، يعني الواحد بيقدر يلعب في اكتر من مكان ويكون تحت امر الجهاز في اي حته يعني. بس طول عليك، لكن الجمهور وهتافوا ليك وتشجيعه ليك وحماسه ليك شايفه ازاي؟ شايف جمهور النادي الاهلي ازاي ومساندته ليك ازاي؟ والله هو انا مبسوط جدا، مبسوط جدا يعني ان انا في النادي الاهلي والجمهور واقف جنبي جدا ومستنيني من اول من ساعه من قبل من وانا في انبي اصلا الجمهور كان مستنيني اجي، والحمد لله يعني الحمد لله ان دي بدايه كويسه وان شاء الله اللي جاي احسن، وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجمهور باذن الله. ربنا يخليك. شكرا. شكرا. بنشكر اكيد نجم النجوم للنادي الاهلي الحقيقه كريم من فؤاد على ادائه المميز جدا الفتره اللي فاتت وادائه كمان النهارده في هذه المباراه. الفرصه هتيجي وده اللي اكيد بيقول عليه الجهاز الفني، طول ما في اجتهاد وطول ما في شغل كبير في تدريبات الفرصه هتيجي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يستمر في ادائه المميز. خلاص احنا عارفين ان المباراه دي هي اخر مباراه في مرحله التوقف الحاليه في الدور الاول، ومن بعدها لكل حدث حديث بعد ان شاء الله عوده الدوري العام من جديد. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد. يمكن اتكلم عن كريم فؤاد، اكيد كريم صفقه رابحه، ولكن الوقت النهارده ما اسعفوش لان الوقت كان قليل قوي، انما هو صفقه رابحه وهيبان ان شاء الله بعد ما نرجع من التوقف الصفقات الرابحه قد ايه تاثيرها على النادي الاهلي، وكانت اضافه للنادي الاهلي السنه دي. كابتن علاء، الصفقات اثبتت حتى الان انها فعلا صفقات رابحه. هو بس قبل ما اجاوب على السؤال ده كان عادل عايز يعلق حاجه عشان الموضوع المؤتمر الصحفي. اتفضل عادل. على المؤتمر الصحفي. يعني ارجو من مستر موسيماني انه يعمل حاجه مهمه قوي. اتفضل. قوانين المؤتمر الصحفي بتقول انك انت بتتكلم على احداث المباراه فقط تكتيكيا. بمعنى مش التكتيك بتاع مستر موسيماني، لا بتاع اللي حصل في الملعب، كانه بيذيع امر او كانه بيشرح امر. ما ينفعش، مش من حق الصحفي ان هو يقول لك انت لعبت ده ما لعبتش ده ليه، مش من حقه في المؤتمر الصحفي ده. في المؤتمر الصحفي في النادي لو عامل مؤتمر صحفي، لكن المؤتمر الصحفي بتاع المباراه مش من حق الصحفي يقول له لعبت واحد بره السكور ليه، لعب ما نزلتش واحد ليه، ما عملتش كذا ليه. اللي يقول له انت عملت كده ليه يقول لهم انا نزلت ده باك رايت، نزلت ده باك ليفت، ده جاب الجون ده ما جابش الجون، بس اقدر اقول كده. ده المؤتمر الصحفي علشان يرتاح من الامر ده، لانها احيانا الصحفي محتاج ان هو يعمل اثاره. ايوه. المدير الفني ايه اللي ممكن يضايقه في الوقت ده ويعمله؟ صحيح. وانت بتبقى خارج مشدود من الملعب من الماتش بتاعك تعمل ايه؟ ما تتكلمش الا في احداث المباراه. يجي صحفي يقول لك قول له لا ده بره السؤال، ده مش في احداث المباراه، مش هرد على السؤال ده. الصحفي بعد كده مش هيرد، مش هيساله اسئله بالشكل ده. ودي قوانين، والمؤتمر الصحفي ليها لوائح وقوانينها. مش في واحد بيبقى قاعد مسؤول عن المفروض. بس انت كمان كمدرب، انا في رايي انت كمدرب انك انت تقول لا انا مش هجاوب على السؤال ده وما جاوبش. من حقك تتكلم جوه اطار المباراه فقط لا غير. صحيح. طيب نرجع مره الملعب، المره الثانيه الملعب مباراه وزميلنا كريم احمد ولقاء مع احمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي. بجد تحليك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل كابتننا الكبار احمد عبد القادر واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بنتمنى له ان شاء الله الفتره اللي جايه، وجمهور النادي الاهلي كمان منتظر منه الكثير. برحب بيك احمد طبعا في البدايه، ومجهود كبير وفوز رائع النهارده مميز على فريق كبير زي فريق سموحه، عنده عناصر مميزه جدا. بتشوف الجيم ازاي وشايف اداء النادي الاهلي ازاي النهارده؟ برحب بيك طبعا، برحب بكابتن اللي في الاستوديو. يمكن شايف الاداء كويس جدا من اول مباراه في الدوري، احنا مركزين بنحاول نعمل اللي علينا، كل ماتش بنحاول نتحسن عن اللي قبله. يمكن في ماتشات الدنيا تبقى مقفله شويه فيها، بنحاول برضه احنا ناخد الثلاثه بونت اهم حاجه، والماتش اللي بقى زي ما انت شايف بادئ من الاول بنحاول احنا نخلص سكور 3-4، فالحمد لله اتمنى احنا نستمر على كده. يعني يمكن الاشاده المستمره من موسيماني ومن الجهاز الفني لعبد القادر دي بتحط عليك ضغوطات كبيره الفتره اللي جايه، لان جمهور النادي الاهلي والجهاز الفني عارف قيمه عبد القادر وعارف اداؤه الفتره اللي جايه ازاي. ده بيحملك ايه وشايف الفتره اللي جايه بالنسبه لك ازاي عبد القادر؟ لا مش ضغط خالص ولا حاجه. انا اتمنى ان الجمهور يبقى في ظهري، واتمنى ان الجهاز الفني يبقى في ظهري. مش شايفه ضغط خالص، شايف ان انت طالما في حد في ظهرك هتقدر تطلع اللي عندك. الحمد لله احمد ربنا النهارده على المكسب وعلى الاداء، وان شاء الله بقول لهم اللي جاي احسن بكتير باذن الله. يعني
انكار الذات موجود والتحامل الموجود، وشفنا الحقيقه علي معلول في اخر كوره في مباراه المحله رغم الاصابه بيشوط كوره بيحرز بيها هدف. شايف المرحله دي ازاي مع لعيبه النادي الاهلي؟ لان الجمهور عارف قيمه اللعيبه، واللعيبه عارف قيمه الجمهور. يمكن السنه دي والله انا بكلم بجد اللعيبه كلها مركزه جدا من اول الموسم، كله حاطط في الاعتبار احنا لازم ان شاء الله نخلص المنافسه من بدري باذن الله. فاتمنى ان احنا كل ماتش نبقى بالاداء ده والسكور ده، يعني اتمنى احنا ما نقلش باذن الله. يعني مين من اللعيبه اللي على طول بيحفز عبد القادر؟ انا عارف اللعيبه الكبار كلها طبعا في ظهرك وكل لعيبه النادي الاهلي، لكن مين من اللعيبه اللي على طول بيبقى سبورت لعبد القادر وعايزه يبقى احسن واحد في المباراه؟ كلهم والله. يمكن اكتر واحد انا بكلم معاه كابتن الشناوي طبعا، بميل له جدا، بيديني دفعه كويسه جدا. فاتمنى ان الكباتن كلهم الناس الكبيره كلها بتتكلم معايا، بس يمكن اكتر واحد انا قريب منه كابتن الشناوي شويه. قول لي للجمهور وهتافه ليك وما بيشجعك وبينادي عليك ده باحساسك ايه يا احمد؟ لان الجمهور احنا عارفين لو في عدد موجود الجمهور هيكسر الملعب. طبعا انا اتمنى ان الجمهور يفضل بالدعم ده، بقول لهم ان شاء الله انتظروا المزيد وان شاء الله كملوا على دعمكم ده، وان شاء الله عشان نغزلكم باذن الله يعني لاخر الموسم باذن الله. طول عليك، لكن الفتره اللي جايه شايفها ازاي؟ عندكم معسكر بقى خلاص الفتره اللي جايه تعدوا فيه بشكل كبير جدا، شايف المعسكر ازاي وما بعد المعسكر ايه؟ ان شاء الله اتمنى ان احنا نحاول برضو كل الناس تشارك في المعسكر ده والدنيا تبقى كويسه وكله يبقى جاهز باذن الله لعوده الدوري ان شاء الله وافريقيا. طبعا انت عارف ان في بطولات كتيره، فاتمنى ان كله يبقى جاهز، يعني طبعا لازم يبقى في كله فيتنس واحد يعني. حبيبي تسلم. شكرا. بنشكر اكيد احمد عبد القادر، واحد من العناصر واللعيبه اللي مستنيين منهم كتير جدا الفتره اللي جايه. جمهور النادي الاهلي مستني كتير جدا الفتره اللي جايه من كل اللعيبه الحقيقه، لكن لما بيبقى فيه لعيب موهوب زي احمد عبد القادر وزي بيرسي تاو وزي ميكيسون وزي كل اللعيبه الحقيقه الموهوبه، بنستنى منهم كل مباراه ان احنا نشوف اكتر من كده. مبروك اكيد من جديد لكل لاعبي النادي الاهلي. مباراه كانت صعبه جدا ومهمه جدا في مرحله التوقف، لكن ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. الحقيقه كمان يمكن الفتره اللي جايه هيبقى فيه معسكر، ومعسكر طبعا ده هيبقى فيه حديث عليه مع كابتن سيد عبد الحفيظ. هنحاول ان احنا نستفسر من كابتن سيد عبد الحفيظ المعسكر ايامه قد ايه، المباريات كمان الفتره اللي جايه هتكون قد ايه، عدد الايام هيكون قد ايه. فان شاء الله باذن الله بالنسبه لكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني يكونوا قدروا ان هم يحطوا ماتش واثنين وثلاثه في المرحله القادمه بالنسبه للمعسكر الخاص بفريق النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. كابتن علاء، نتكلم على الصفقات الرابحه، وانت من اوائل الناس اللي كلمتني على احمد عبد القادر وقلت ان هو صفقه مميزه جدا 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 ومن افضل الناس اللي تعاقدوا معاها النادي الاهلي الفتره الاخيره. دي حقيقه. انا احمد من اللعيبه اللي هي كانت موهوبه، كان واضح ان هو كويس لكن محتاج فتره. الفتره دي لما راحت الاعاره ولعب في سموحه ورجع زي ما احنا بناخد الكوره تقل الماتشات برده بتزود اللعيب، حتى لما كان لعيب موهوب عنده مهاره بس محتاج مباريات عشان يظهر هو. اذا كان هو او عمار استفادوا كويس قوي من الاعاره. هكلمك النهارده ايمن على اللي في الملعب نفسه. ماشي. يعني النهارده في الملعب عندك صفقتين، يعني يعتبر بيرسي تاو نمره واحد واحمد عبد القادر كان لعيب بتاعك وكان اعاره ورجع. مظبوط. دول النهارده في المباراه من احسن اثنين موجودين في المباراه. بيرسي تاو بحركاته والهدف اللي احرزه والازعاج اللي عمله دفاع سموحه اللي هو ضعيف جدا بس استغل. انا دايما بقول لك يعني اي خط مخطوط في اي فريق بيبقى ضعيف، بس انت ذكائك تستثمر الضعف ده، يبان الضعف ده. النهارده بيرسي تاو بحركاته لدرجه ان السؤال اللي ساله احد الصحفيين لمستر سماني هو من وجهه نظره هو كان شايف بيرسي تاو بيروح على الاطراف، دي حقيقه، لكن هو ما عرفش ان هو اساسا رقم 9. لكن هو حريه الحركه اللي الثلاثه اللي قدام عامله دربكه حتى للراجل بيتفرج بره، لكن اساس بيرسي تاو هو رقم 9، هو دايما يبقى في قلب الاثنين اللي على الاطراف، ممكن يضطر كويس ولكن هو مكانه في القلب. يعني الهدف اللي جابه بيرسي تاو مش من القلب، يعني الكره اتلعبت على طرف من الاطراف بس هو بسرعته واستلامه ومهارته قدر يحيي الكره ويخش بقى في القلب يجيب جول. مزبوط. هو ده بيرسي تاو، فحته ان هو بيتحرك من الاطراف وحته في القلب دي مهاره عنده هو واستغلها كويس قوي، والنهارده استغلها كويس قوي. يعني موسيماني استغل بيرسي تاو كويس. انا حتى كنت بسال كابتن شريف قبل المباراه خالص بقول له طب النهارده ليه ما كانش محمد شريف؟ عشان اللي فيه مشكله لسموحه، لكن القلب بيرسي تاو عمل مشكله كبيره كمان تحركاته على الاطراف وظروف القلب. احمد عبد القادر كلنا عارفينه، كنا دايما بنتكلم عليه انا وعاد ان احنا عارفين احمد لعيب كويس قوي، مهارته كويسه جدا، عنده سرعه بالكوره ومن غير كوره، عنده في جراءه في الاختراق اللي انت نادرا ما تلاقي لعيب بيحب الاختراق، بيحب يروح بوش للمدافعين، بيعرف يجيب جول لما يجيله الفرصه، عنده هدوء، ما عندوش مشكله. النهارده بدايته في المباراه اكيد مش عشان اقتناع من موسيماني ان الراجل ده يستحق البدايه النهارده، ما فكرش في حد تاني، ان هو جاب وبدا يثبت اقدامه. ان شاء الله برده عمار يبقى ليه فرصه وفرصه كويسه، وعمار من الناس اللي محتاجه فرصه برده ايمن، لان لعب كويس قوي، عنده ثقه في نفسه كويسه جدا برده في فتره اعارته لسموحه كان هايل،
وعايز اقول لك ان سموحه اتاثر تاثير مش طبيعي بخروج عمار ومصطفى فتحي واحمد عبد القادر. يعني لازم نتكلم في الموضوع ده، اتاثر جامد ان الثلاثه كانوا عاملين شغل مع سموحه ممتاز، والثلاثه يعني عشان حقانيين قوي لما رجعوا لانديتهم افادوهم. مظبوط، عندنا عمار وعندك احمد عبد القادر، على الجانب الاخر فيه مصطفى فتحي عامل يعني شغل كويس جدا. وعمار على فكره مؤثر على نادي الاتحاد طبعا، غيابه مؤثر على نادي الاتحاد بالظبط، واحرز هدف النهارده كمان مصطفى. الاتحاد كمان لما راح يا ايمن لما كان بيلعب الاتحاد حسام استخدمه في اكتر من مركز، عشان كده بقول لك عمار انا عندي ثقه فيه ان في اي مركز في الثلاثه او الاربعه قدام هيأدي كويس جدا. لو لا قدر الله حصل يعني اسوء حاجه واحتجت ناحيه اليمين مكان اكرم وهي هيأديها كويس. هو انت 3 4 3 قول 3 4 3 عمار ممكن يأديها لك ناحيه اليمين بامتياز. ايوه امتياز وانت مغمض كده، لان عمار سريع بيعرف يدافع كويس، بنقضع كوره كويس جدا، حته الهجوميه عنده كويسه جدا، فانت ممكن تستغله في 3 4 3 دي ما عندكش فيها مشكله خالص. انا عايز اكلمك عن الرؤيه الفنيه للمستر بيسو موسيماني اللي بعض الصحفيين او بعض الناس بيهاجموه فيها. يعني هل انت ممكن وانت مدير فني تدي الفرصه للعيب انت مش مقتنع بيه؟ لا، مفيش مدير فني بيلعب حد في الملعب غير لما هو عارف ان هو هيفيده مقتنع بيه. كويس قوي، استحاله. كويس قوي. ما هو السؤال الثاني بقى، هل انت وانت مدير فني تطلع لعيب بره وانت متاكد ان هو ممكن يفيدك في الملعب؟ لا. بص يا ايمن، المدير الفنيين في العالم كله يمكن عادل يشتغل الموضوع ده، دايما بيدور على اللي كسبني لو اللي كوي... لو انا مش ما بحبوش، متخيل شكله كده وهيفيدني هلعب. لو انا ما بحبش بلال استحاله، لكن بلال هينزل الملعب هيفيدني. اهلا اول واحد هيلعب، انا بحبك بلال والله. انت فاهمني، اول واحد احط رجله في ملعب بلال. المدير الفني بيدور على ال10 لعيبه او ال11 لعيب اللي هيفيدوه في الملعب. احيانا يقول لك ايه المدير الفني يحب ويكره. لا، ما بحبش يحب ويكره، بس مش على مصلحته. ايوه، انا بقول لك لو انا مصلحتي معاك وما بحبكش بس انت هتفيدني، انا هلاعبك انت المدير الفني. انا بقولها لغرض معين. انا عارف. طيب. انا فاهم المدير الفني ايمن اولا واخيرا بيدور على نجاحه هو. صحيح. هو عايز ينجح من خلال الفريق، لان لو حصل حاجه زي هرجع لاول كلمه اقولها لك، اول واحد هيضحى بيه هو المدير الفني. فهو بيدور على اكتر عناصر تفيده. يعني النهارده هو فكر في بيرسي تاو، حد غير ممكن يفكر في شريف. بس هو تفكيره هو اللي نجح، يبقى كل التحالي هو. صحيح. فكر يبدا باحمد عبد القادر، ان هو عارف ان احمد عبد القادر بياخد اجزاء في اجزاء، لكن مبدا بيه النهارده ودول الثقه، انا عندي ثقه في احمد عبد القادر. نفس الكلام نزول محمد هاني النهارده. ناس كتير قوي كانت تقلق. صح. لكن لا، اما نزل محمد هاني مكان اكرم ادى هاي ادى، وتحس ان هاني هو اللي كان بيلعب على طول، ما عندوش مشكله، وعامل هدف وشكله كويس جدا. ممكن محمد شريف عليه كمان، محمد شريف ده ممكن. انا قصدي بما ان الكابتن علاء بيتكلم مع محمد هاني، ان احنا نروح لزميلنا كريم احمد في ملعب المباراه ولقاء مع محمد هاني لاعب النادي الاهلي. مستمرين معاك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. الحقيقه محمد هاني معانا في هذه اللحظات، اللي اكيد يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق، بنتمنى كل لاعبتنا التوفيق على ادائهم المميز ده. هاني مبروك الفوز، فوز مهم جدا، والحقيقه فريق سموحه عنده عناصر مميزه وعنده مدير فني مميز، لكن تحضيرنا باللي احنا شايفينه بالتكتيك والخطه دي واضح ان احنا اشتغلنا بشكل كبير في وقت قليل جدا. شايف الجيم ازاي وحابب تقول ايه هاني؟ طبعا بمسي على كابتن ايمن وكل الضيوف الموجودين. يعني طبعا زي ما انت قلت، يعني فرقه سموحه فرقه كويسه جدا، ومن الفرق اللي انت يعني وانت نازل بتلعبها بتبقى مركز اكتر. لكن احنا الحمد لله احنا بقالنا فتره الريتم بتاعك كويس، طريقه اللعب الجديده اللي الراجل بيلعب بيها يعني ماشيه كويس الحمد لله، وعامله نتائج كويسه الحمد لله. النهارده في ناس كتير شاركت، ما يعني طبعا ببارك لكريم، كريم اول مره يشارك يعني في النادي الاهلي، دي احلى لحظه في حياته. يعني دي من احلى اللحظات في حياتي انا لما اول ماتش العب، فطبعا ببارك له، كان كويس جدا ما شاء الله يعني. وعمار برضو طبعا، و بس يعني هي زي ما قلت لك احنا محضرين واخدين كل مرحله كده مرحلتها. المرحله اللي فاتت دي كانت 3 ماتشات، ان احنا نطلع بالثلاث ماتشات دول كسبانين، عشان احنا يبقى عندنا وقت كبير جدا لفتره التوقف دي، وبس عشان برضو انت يعني تخلص يعني فتره التوقف دي تبقى انت اول الدوري يعني.
بس. يمكن الروح اللي فيها هاني وانت بتقول كريم وانا فرحان له جدا واكرم كمان لما بيأدي بتشيد بادائه ده سر من اسرار النجاح على ما اعتقد يا هاني، نجاح فريق النادي الاهلي. اي حد يكون متواجد، اللي هيكون متواجد عارف قيمه النادي الاهلي وعارف تيشيرت النادي الاهلي، ده سر اسيج من اسرار النجاح. اه طبعا. لا احنا يعني احنا في النادي الاهلي تعودنا ان ما فيش حاجه اسمها انا ما بلعبش ولا انا ما هي دي الكوره عامه، يعني هي دي الكوره. وانت اي واحد يعني لازم يحط في دماغه ان هو بيلعب، انا كنت بلعب وده بيلعب وبعد كده واحد هيجي بعدين هيلعب، فعمر طبعا ما يبقى في حاجه وحشه. احنا بينا وبين بعض حتى يعني لعيبه النادي الاهلي كلها في حب وكله بيتمنى خير لزميله، عشان كده لما اي حد بيشارك ربنا بيكرمه عشان هو من جواه بيبقى كويس. فلا يعني عندنا بصراحه ما حدش بيتكلم مين يلعب مين ما بيلعبش، دي رؤيه المدير الفني. انت دورك ان انت تشتغل وتتعب وتعمل اللي عليك عشان لما تنزل ربنا يكرمك. بس بنحضر بشكل جيد جدا، موسيماني بيقرا بشكل جيد جدا، لعيبه بتمرن بشكل كويس، لكن الجمهور الحقيقه دوره مهم جدا. شفنا في مباراه المحله في الثواني الاخيره تشجيع وتحفيز وحماس كبير جدا النهارده كمان رغم قله العدد. بتحسوا بايه في الملعب وازاي بيديكوا الباور الكبير يا هاني؟ بص انا من اسعد الناس بصراحه ان بعد يعني قرار ان الجمهور بدا يرجع تدريجي ده يعني بجد الماتشات مختلفه. يعني احنا السنه اللي فاتت دي لعبنا كلها من غير الجمهور تقريبا، لا الجمهور هو في الملعب حاجه تانية والله، يعني بجد بيدي اللعيبه حافز وبيخلي الماتش كويس. الكوره دي للجماهير اصلا، يعني الكوره دي لازم في جماهير، ولازم بصراحه جماهير الاهلي على طول في ظهرنا على طول معانا. يعني انا لما رحنا ماتش المحله اللي تقريبا الحته بتاعت الاستاد بتاعتهم متقفله، يعني الناس جايه ورا النادي الاهلي من كل حته، ودي حاجه يعني اللعيب هو نازل لازم يموت نفسه ولازم يعمل اقصى حاجه عشان خاطر الناس اللي بتيجي وراك في كل حته دي. يعني جمهور الاهلي ده حاجه مختلفه يعني. ف يعني طبعا نفسي ان العدد يزيد ونفسي ان الدنيا تبقى اكتر وفي جماهير اكتر، بس انا متفائل يعني الحمد لله. خلاص الدوري وقف وعندنا بقى مرحله فترة طويلة جدا ان شاء الله نستفيد بيها بشكل كبير، سواء في وجود معسكر مغلق او ايضا كمان معسكر بالنسبة للامارات، لكن كل الامور دي هيتم حسمها مع كابتن سيد حفيظ. مطلوب ايه من اللعيبة الفترة اللي جاية دي عشان نستمر هنا على الاداء المميز وعلى الاصرار الكبير اللي في لعيبة النادي؟ بص انت خلصت المرحلة بتاعتك، اللعيبة اللي هتروح المنتخب طبعا كل التوفيق للعيبة اللي رايحة المنتخب، يعني يعملوا حاجة كويسة ان شاء الله في البطولة. اللعيبه الثانيه اللي مش هتروح بقى انت تقريبا هيبقى في اجازه، وهنرجع بقى طبعا هنحضر، يعني هنحضر تاني عشان هيبقى في ماتشات جايه. فيعني انت بتاخد الفتره بتاعتك اللي انت بتاخدها اجازه، بتتمرن بقى في الاجازه كل واحد، ويعني كل لعيب وفي اللي بيتمرن وفي اللي بيقعد بس، وبترجع بقى تشتغل تاني. يعني اثرت علينا معلول والسوليه النهارده غيابهم، قيمتهم كبيره جدا الحقيقه، لكن الكل الحقيقه اللي متواجد الاهلي بمن حضر، لكن قيمتهم كبيره الحقيقه علي معلول وعمرو السوليه جدا. لا طبعا علي معلول وعمرو السوليه دول يعني طبعا قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي، وعملوا ليهم مكانه كبيره جدا، وهم اللي عملوها بتعبهم وبعرقهم، يعني ما حدش يقدر ينكر ده بصراحه. لكن برضو النادي الاهلي يعني اي حد بيلعب بيبقى كويس. النهارده اللي جايب الجون ايمن اشرف وبيلعب باك ليفت بقاله كتير جدا ما بيلعبش باك ليفت، كان بيلعب سيرد باك وكمل وجاب جون. فيعني طبعا هم قيمه وكل حاجه، بس النادي الاهلي اي حد بتحطه في اي حته بيلعب. النهارده كريم فؤاد نزل باك ليفت، فهو ده النادي الاهلي، هو ده لعيب النادي الاهلي اللي بيفرق عن اي نادي تاني. بس حبيبي ربنا يخليك، شكرا. بنشكر اكيد كابتن محمد هاني اللي بنتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه، والفرصه جايه، الفرصه جايه بالنسبه لكل اللعيبه. كريم فؤاد الفرصه جايه، محمد هاني متواجد، اكرم توفيق متواجد، اي حد بيكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في القائمه الخاصه باي مباراه لابد يكون كالعاده قلب روح النادي الاهلي، روح الفانيله الحمراء، شخصيه النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله تستمر هذا الاداء مع فريق النادي الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله. طول ما في جمهور النادي الاهلي كلها ان شاء الله تكون انتصارات لنادي القرن النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. كابتن عادل، اهم النقاط الفنيه لمباراه اليوم؟ يعني التفنيش الفينشنج الاولاني، هدف بيرستلاو الاولاني فتح اللعب وكان هدف جميل، يعني كان في كوره كويسه. الحاجه الثانيه المهمه انك انت تحسنت شويه من حته العمق الدفاع اللي انت بتعمله، رغم ان الهدف مسؤولين عنه لانه عملنا عمق دفاع، نزلنا تحت ال 18 المفروض نقابل ما نخليش يبقى في شوط. ويمكن الشناوي بسمع صوته كتير اللي هو قابل 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 او اطلع قدام شويه. الحاجه الكويسه انك انت
لعبت النهارده محمد هاني ونجح محمد هاني، يبقى انت دلوقتي عندك اتنين لعيبه في مكان كويس قوي. حتى شفنا الوقفه بتاعتنا حتى هنا على الصوره، بص الوقفه الدفاعيه منتظمه جدا، ادي 1 2 3 4 5 في انتظام. ولكن هتشوف الكوره بقى هنا، ده اللي بتكلم ليه واقف جوه 18، خد الناس واطلع شويه. ايوه هنا قابل بقى شويه اللي جاي، ليه واقف عند ال 18؟ لو طلعت وهاجمت الكوره يا كابتن مش تدخل الكور، كمل كده يا زجالو، كمل يا برجاوي، كمل اهو تمام. ليه داخل جوه ال 18؟ ليه ليه انت تطلع شويه قدام؟ لازم ما يبقاش فيه العمق دي. الشناوي انا متاكد تمام، لان انا عارف الشناوي بيقول لهم اطلعوا اطلعوا اطلعوا. ليه بيعملوا العمق ده؟ يمكن اكتر واحد بيعمل، بص يا كابتن، عقبال ما عملت العمق، عقبال ما تاخد الكره على ال 18 تطلع علشان تعمل البلوك بتاعك كان يتشاط. علشان كده يا كابتن لازم اول حاجه تعملها عشان تدي مساحه لمحمد الشناوي. معلش ممكن ارجع دي تاني يا برجاوي، ارجع الصوره تاني هوريك حاجه محمد الشناوي. بس لما البرجاوي يرجعها لي اهو، بص اقف هنا يا برجاوي كده، اقف هنا محمد الشناوي يلعب ليبرو ازاي؟ هنا محمد الشناوي لا لا لحظه يا كابتن، انا عايز اقول ان دايما انت بتبقى زياده واحد بحارس المرمى. انت 4 على 2، 4 على 2 ليه؟ دي واحد، لو انت طلعت خطوتين قدام ادي ديانج وادي قفشه على الكوره، مفيش اي حد جاي له، يبقى هنا اخطر حته تدخل فيها جون منين؟ من عند العلامه بتاعه الحكم لجوه شويه ساعه ما الكوره تتعمل، مش دي اخطر حته؟ طيب انا دلوقتي مش يدخل محمد هاني جوه وواحد يطلع يقابل يعمل سبورت ورا ديانج، او ياسر ابراهيم اللي ناحيه الشمال ده يطلع قدام كده علشان يقابل اللي جاي؟ أيوة. او يروح مكان بدر بنون وهو بدر بنون يقابل قبل ما الكره تتعمل باص؟ هو الراجل اللي التوقع جاي ده عادل بتاع مين اصلا؟ التوقع، ما هو يا كابتن اكيد لما انت تبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 على 4 لعيبه بس جوه ال 18 او 2 جوه ال 18، يبقى اللي جاي من ورا اكيد هيبقى متساب. طب بقول لك يا كابتن عادل، الصوره دي خلينا ما نبصش على الجزء اللي هو الخالي دوت اللي انت قلت هيجي منه الجول. نبص على الكره مع مين وقدامه مين، وجود قفشه وديانج قدام اللاعب نفسه. هنا في زياده عدديه برضو لعيبه النادي الاهلي، يعني بص في 4 على 2 كتير برضو، الاربعه على 2 في واحد في الطرف تاني ماشي، ده يعني ده بعيد يا كابتن شريف. لا دي هنا ده بعيد خالص كابتن، الزياده العدديه مش بي لما انت تبقى 6 وهم، انت ممكن 3 يوقفوا 6 كويس قوي مهاجمين صح، وليس العكس. انا بتكلم على لو واقف صح لعيبه النادي الاهلي، النادي لعيبه النادي 4 على في الكره دي يا كابتن واقفين غلط تماما. ايه الغلط اللي عاملينه؟ اهم غلط عاملينه العمق الدفاعي ده. اولا انت مش شناوي خلاص لغيته، انت شناوي بقى حارس مرمى بس، لكن المفترض في الكره الحديثه اللي احنا بنلعبها دلوقتي ان الشناوي هيبقى ليبرو وحارس مرمى علشان ادي مساحه وابعد الخطوره عن الفرقه. عارف انت لو كان طلعنا كلاعيبه النادي الاهلي من قدام كده شويه، طيب قبل ما تالي ثاني، معلش تالي ثاني طلع بتاع بيرت لا ما انا هقول لك حاجه لا لا كابتن شريف قال حاجه كويسه، والكره رايحه للراجل. انا بتكلم على وضع قفشه هنا، حلو قفشه الوضع الطبيعي انه بيلعب مواجه للملعب، هل مواجه هل. فانا بقول هل الجزء اللي هو متظلل دوت حلو قفشه ده مكانه الدفاعي؟ لان لو كملنا الكوره هنبص نلاقي راس الحربه اللي هو بيرس تاو لعيبه يا كابتن، بص منوره كانت سموحه 1 2 3 4 ناحيه قفشه، يبقى ديانج وقفشه واللعيب عبد القادر وايمن اشرف في الحته دي. ما هو مش ممكن بيرسي تاو يرجع من مكانه راس حربه يمسك الراجل ده؟ كابتن انا قلت لك لغيت لك الامر في ايه؟ ان لما تبقى 8 ورا يبقى انت اللي جاي هيبقى عندهم زياده، هيجي فاضي غصب عنك هيجي فاضي. لكن انا بكلمك على ايه؟ نهايه الهجمه انت تنهيها بالكلام. دايما يا كابتن بنقول للاعبتنا ايه؟ بالذات المدافعين وحارس المرمى، اتكلم اكتر تلعب اقل، ولو لعبت اقل اخطائك هتقل، ولو اخطائك قلت يبقى مفيش اجوان. فانت لازم تعمل ايه؟ اول حاجه لازم تاخد اللعيبه وتطلع بره
تقف على ال 18 علشان تعمل المساحه دي. هتقول لي لو اتضربنا كده بالعمق محمد الشناوي ياخد، لان المساحه والمسافه هتبقى صغيره. محمد الشناوي هيطلع متر واحد لو اتعملت الكره، لانها هي حسبه بالوقفه حسبه، والعدد الامتار محسوبه بسرعه الكوره. لو اتعملت الشناوي هياخدها، او لاعب تاني السبورت بتاعك هياخدها، لكن انت تديهم العمق ده، واحنا حذرنا من موضوع العمق ده كتير. صحيح. ليه بيتعمل العمق؟ مين صاحب العمق؟ من وجهه نظري بدر بنون، لان بدر بنون بيلعب الاربعه بمفهوم الليبرو. ايوه. فعلشان كده بدر لازم يلعب، احنا بنلعب ثلاثة فلات بقى دلوقتي، يعني ما فيهاش مفهوم ليبرو. تلعب ثلاثة فلات يعني معناها انك انت ما تخافش، اطلع قدام شوية وهتلاقي ماتش الزمالك ضغطنا وكنا على على ال 18 خدنا الكرة الثانية في كل الكور وعملنا نتيجة كبيرة. ماتش الاسماعيلي حصل كده، ماتش سموحة حصل كده، ما فيش الا الحتة دي بس اللي انت عملت التقهقر ده. وده من وجهة نظري لازم محمد الشناوي مع المجموعة دي يتدربوا عليها أكتر. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن هم يتعمل لهم زي علامات وحواجز كده بره بعيد مسافة علشان يتعودوا عليها. وبعدين هي عايزة جراءة أكتر من إنها يعني أحيانا في سردباكات كتير يعني يقول لك إيه؟ يقول لك أأمن نفسي أحسن في مساحة صغيرة. وفي سردباكات تانية عندها حتة الجراءة شوية إن هو بيطلع قدام علشان يشغل الليبرو حارس المرمى. طيب سريعا يا كابتن أحمد بلال قبل ما ناخد الأهداف، لو أنت مكان محمد شريف دلوقتي تعمل إيه الفترة اللي جاية؟ لا هركز طبعا، هو محمد شريف مش لاعب احتياطي، ده لاعب أساسي يعني. كويس. تمام. النهارده ممكن يكون وجهة نظر مدير الفني إن هو يريح شريف أو يلعب بيرسيتاو أو يغير طريقة اللعب. علي معلول مش موجود اللي بيعمل كروسات، ما مش هعتمد على الاطراف بشكل كبير النهارده، فممكن يكون مريح لتغيير في طريقه الاداء او في المهام. بس انت كلاعب هداف كراس حربه سابق للنادي الاهلي وراجل ما شاء الله يعني، محمد شريف كان هداف دوري السنه اللي فاتت، وراجل متميز جدا في مكانه، اكيد النواحي دي بتفرق معاه حتى ولو نفسيه، ان هو يبتعد. هو هي دي رؤيه مستر موسيماني وهو محق فيها، ولكن انا بقى كلاعب ايه الدور المطلوب مني؟ مفيش الدور الاستمرار في التركيز يعني. ما لو تفتكر الموسم اللي فات برضو كابتن علي، لو تفتكر كان برضو محمد شريف ابتدى في البدايه وقعد ابتدى وكمل خد وكمل وبقى هداف دوري. هي الفكره كلها انك ما ينفعش تفقد الامل، خاصه انت بتلعب في النادي الاهلي. الكلام ده ممكن على فكره يبقى موجود في سموحه، موجود في الاتحاد، موجود في الفرق دي. ليه بقى؟ لان هناك هو مش مطلوب من الفرد انه يسجل كل مباراه، ومش مطلوب ان هو يعمل احسن حاجه كل ماتش. انت لما بتطلع متعادل بتطلع تسقف وتقول كويس يا جماعه الماتش الجاي ان شاء الله ربنا يكرمنا. تمام. انما انت النهارده في النادي الاهلي كل واحد هيكون ليه دور، خاصه الفرود. يعني اوقات كتيره ممكن الامور تبقى يعني الماتش يتصعب، فبالتالي تغير طريقه اللعب، تنزل لعيب تاني. يعني شريف ما هو كان قاعد ماتشين قبل كده، وبعدين جه الماتش بتاع البنك الاهلي ونزل شريف وسجل هدف، الماتش اللي بعديه لعب اساسي وكمل وجاب وسجل بعديه اهداف. فالنهارده انت كفرود طبعا يا كابتن، النهارده كفرود في النادي الاهلي لا، كل ماتش ممكن تلعب، ممكن بنسبه 80-90% انك ممكن تلعب. مزبوط. النهارده ممكن عشان يبقى خلاص انت كسبت اربعه والراجل عايز يغير لعيبه ويشوف لعيبه ثانيه ويعمل شويه تبديلات، يعني ممكن من وجهه نظر هو عايز يشوفها ويطمن عليها، ممكن عشان كده ما لعبش شريف. لكن الماتش لو متازم اكيد محمد شريف كان هيكون له دور مهم جدا. صحيح. جدا. فمطلوب انه يركز ويبقى دايم التركيز في طول الماتش. طيب كابتن شريف ناخد الجول الاول للنادي الاهلي. بص، من مميزات النهارده مكسب النادي الاهلي تحركات اللعيبه والظهور للراجل اللي معاه الكوره. بص ادي التحرك فين؟ ايمن اشرف في منطقه فاضيه خالص، ولا شادو، واحد جاي خيال ما حدش شايفه خالص، بيدي فرصه للراجل اللي معاه الكوره انه يدي له كوره. فالميزه النهارده تحركات من اليمين من قفشه، تحركات من الشمال، كله في الكومباكت اللي انا بتكلم عنه، ان كله ضاغط في نفس الوقت، عندك مساحات ناحيه اليمين فاضيه، مساحه ناحيه الشمال، فعامل حركه كله تحركات الدفاع بتاع الدفاع بتاع لسه بقول لك لسه الدفاع كله داخل لجوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ولما الدفاع كله فيها كابتن، بص ايمن اشرف اللي راح مع قفشه واللي سابوا الراجل اللي هو وشه للجوه، ولما المركزيه اللي بنتكلم فيها. بص مجدي قفشه فين؟ بيرسيتاو ايمن اشرف فين؟ صح. الشحات فين؟ يعني فدي من مميزاتك النهارده اللي تخليك
في كل مباراه تلعبها صحيح. يبقى هو ده شكلك المنظر ده. هو ده المنظر اللي مطلوب صحيح. كل مباراه انت ما عندكش يعني من المنافسه من الفرق الاخرى اللي هي غير انك تلعب كده صحيح. انك تقرب للاعيب اللي معاك كوره انك تبقى نازل عايز تلعب ادام حالتك البدنيه بتسمح لك يعني. فعبد القادر وايمن اشرف وقفشه والشحات وتاو وبيجي من ورا كمان ديانج كويس وحمدي فتحي مأمن لك القصه كلها رؤيه وتنفيذ من حسين هاي طبعا ادام انت اتحركت الراجل معاك كوره واحد واثنين وثلاثه تلاقي مثلثات هنا في التعرضات وده اللي بنتمناه في كل مباراه. ندخل على الهدف الثاني لو بتراجع الجول ده بتراجع الهدف ده الثاني معلش الهدف الاول ده انا جاوبتك وترجع الصحفي قال موسيماني ليه ان هو كان غلط بص بيرسي تاو كان فين مظبوط بيرسي تاو كان ناحيه اليمين كويس هو اللي استلم الكره ودخل بيها لجوه انا متخيل هو يعني وجهه نظر يعني بتفرق ما هو ده المدير الفني لكن هو ده بص ده بيرسي تاو فطيب ما تشوف هنا تقول انت بتلعبه على الطرف وبتقول عليه تسعه لكن هو التحرك الثلاثي او الرباعي اللي قدام حريه عامله خلل جامد قوي لدرجه انت رحت مجمع بص اقف هنا اقف هنا اقف هنا بس انا مش عايز اشوف الهدف خلاص رحت بص جمعت كل المدافعين سموحه في مربع مظبوط مش شايفين حاجه خالص وطبعا فضيت المساحه لايمن لايمن وايمن مكانه ده هو نفس المكان لو لقيت فيه علي معلول لان هي 3 4 3 لازم ايمن عنده حريه يتقدم براحته لقدام نفس كما عند اكرم لكن يحسب لعيبه النادي الاهلي ان الكره نقلتها من اليمين وديتها الشمال ورجعت في القلب صحيح. لحد ما دورت على المساحه المؤثره اللي صحيح. فيها واحد فاضي خالص وبص مدافعين سموحه كلهم عينهم على حسين الشحات بالزبط. لكن مش عارفين يجيب الجول مين وايمن حطها طبعا ممتاز نجيب الجول الثاني بعد اذنك خلاص ماشي ندخل على الجول الثاني بقى مباشره اتفضل يا كابتن هنا الهجمه لسموحه هنا يعني اكرم كويس بص الهجمه هنا بادئه من هنا بس هنا بقى هنا على فكره مش غلط ان اعمل الكره الطويله صح بس لما يكون موقف لعيبتك انت يسمح لك بكده انك مش عيب ان اقطع كل المسافه دي بكره طويله بس مؤثره وموقف لعيبه الخصم طبعا لعيبه الخصم عملنا كل حاجه في الملعب ليك انت بص حط جسمه كويس قوي ممتاز اولا راح للكره صح قوي هو نقى الطريق الاقصر للكره ده انا ضهري وجعني رجب نبيل راح للراح للنقطه البعيده هو فرق التفكير برضه باللعيبه بيرسي تاو راح للمسافه القريبه للنقطه القريبه صح حجز عليه كويس قوي استلم يحسب له الهدوء اللي دايما فيه في ال 18 هادي جدا 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 ما يحبش يلعب الكره يعني اللي هي ممكن تخبط في رجل واحد لكن هو بياخد وقته كويس قوي واثق في مهارته واثق في نفسه ودي تحسب له كلها يعني بص هنا هو سبق لا ده الثالث ده الثالث ده كمان هو يعني برضه هو سابق ايوه صح يعني الكره اللي فاتت بس كانت على الجنب الثاني هو دايما بيروح له الكوره وللاسف برضه يا بلال هو مع مع اسمه ايه ده مع رجب نبيل برضه بص يا كابتن عادل الهدف الثاني يا كابتن ده كويس الهدف الثاني التحرك 3-2 في القلب كويس وفي التغطيه من العكسيه ولكن اهم حاجه هنا ايه عبد القادر بص الهدوء عنده فظيع لا اهم حاجه اسمه ايه عايز اتكلم عليها اهم حاجه عايز اتفضل يا كابتن عبد القادر من اللعيبه الحماسيين قوي يمكن حماسه النهارده عبد القادر كان ممكن الكره تولت منه اكتر من مره هل عبد القادر الباص الاولاني لو جبنا من البدايه من الباص من فوق تلاقي وجود عبد القادر في المكان ده لحظه بقى هنا نقف هنا وجود عبد القادر في المكان ده ميزه اللي هو اللامركزيه اللي انتوا بتتكلموا عليها بيرسي تاو فين على الطرف اليمين المفروض عبد القادر في القلب قفشه جاي من تحت حسين هو اللي نزل يلعب من ناحيه اليمين مظبوط فبيرسي تاو عمل الدياجونال ران بتاعه في مكان فاضي اتاخد معاه خد واحد معاه اللي هو نبيل وبعدين محمود عزت مع عبد القادر نزل خد الكره خده بضهره بس للاسف كنت اتمنى ان عبد القادر يشوطها يجيب جول بس حسين اتصرف فيها كويس قوي يا كابتن حسين عنده ميزه ما احيانا ما بيحبش يشوط قوي بيحب بس هو في واحده كان لازم يشوطها قوي اللي هو عملها تشيب باص بس دي عملها هايله يعني بص الاولانيه اللي تشيب باص اللي عمله دي كانت اللي تشيب باص اللي كان عملها دي كانت عايزه تتشاط دي بقى عملها بفكر كويس ولكن عايز اقول لك حاجه يعني
هو جون كويس وكل حاجه بس يعني طيب. الهانس الهانس سليمان كابتن كابتن بلال الهدف الرابع ساعد اي حد يعني ده الهدف الرابع يا كابتن ده عبد الله تحركات جيده وتحضير جيد ورؤيه جيده وانتظار وتحرك هايل من محمد هاني الحقيقه ورؤيه جيده من محمد هاني يمكن قفشه راح وهاني كمان يعني قام بدوره الطبيعي جدا ما تحسش في الحته دي ما تحسش ان في فرق بين هاني واكرم يعني فاهم بالك يعني هاني برده نازل بثقه ومكمل ورايح وكمان وهو هادي جدا بص ده كابتن دخل 18 وهادي وباصص كويس قوي وحطيته في حته صعبه جدا 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 مظبوط صح يا كابتن عادل بتقول هاني بره هاني بره بص بره بص عملها كويس قوي حطيتها طبعا الهاني سليمان قصدي لا الهاني سليمان مش في الماتش يعني هو بيلعب في حته ثانيه بس عايز اقول يعني ان محمد هاني على فكره ودي ودي ترجع الثقه للعيب نفسه مظبوط النهارده دافع كويس قوي وبيصنع هدف يعني بشكل جيد جدا تمام لرؤيه وعنده ثقه في نفسه صحيح. فهدف من الحاجات اللي فيها جمل في استلام في نص ملعب وتحضير كويس ومجدي قفشه بيستلم الكوره بيستنى هاني هاني كمان بيخش لجوه وبيبص بشكل مزبوط. كويس بيرسي تو قطع له يعني بحته جيده جدا عشان كمان يفضي انت لو بصيت هتلاقي قفشه برده فضي كان ممكن تتلعب بالعرض لكن هو ادى الاختيار الاسهل ان هو ايه انه يجي جول حتى لو حتى لو كمان على فكره لو ما سجلش تاو المدافع ممكن يسجل ممكن يعني انا اتوقع ان المدافع ممكن يسجل بص ازاي ما عايز اتعامل كده بص الاستحواذ هنا اهم حاجه انت ما عندكش لا مركزيه لا وايوه بالظبط تحركات فيها لا مركزيه وكمان الاستحواذ بص يا كابتن احنا عملنا جيم عالي قوي تكتيكيا ده بجد وحتى الاهداف احنا كنا نتمنى ان احنا نكسب 6 7 مظبوط صحيح طيب كابتن شريف رجل المباراه بيستاو رجل مباراة اليوم بيرسي تاو كابتن علاء ميهو لا بيرسي تاو طبعا كابتن عادل بيرسي تاو والله ايه ده معانا معلول ده كله تاني انت تاني كابتن احمد لا اكيد النهارده بيرسي تاو بيرسي تاو طبعا ويليه الشحات واحد بس لا احنا عايزين واحد بيرسي تاو وانا يبقى علي معلوم وانا بضم صوتي لصوتكم بيرسي تاو هو رجل مباراه اليوم هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس ارجوكم انتظرونا نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس كابتن نصر مشرفنا تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان تحياتي لكابتن الكبار كابتن شفاعي منعم المنور كابتن شريف انت بتنور الدنيا يا كابتن الله يخليك وشك حلو النادي الاهلي ربنا يخليك تحياتي كابتن علاء ميهوب الميهوب وكابتن علاء الرحمن والنجم كابتن احمد بلال اهلا وسهلا كابتن مبروك النادي الاهلي طبعا على الفوز والنتيجه والاداء وهارد لك لنادي سموحه كابتن ايمن سريعا كده البنا وانا يمكن من الناس اللي بحب البنا جدا جدا في التحكيم حكم موهوب وحكم لي شخصيه تحكيميه ولكن النهارده كابتن شريف كان في بعض الحالات اختلفت معاك دايما عنوان الحكم الشاطر اللي هو كابتن لما تكون المباراه سهله كابتن علاء ما تصعبهاش مش معنى النادي الاهلي كسبان النهارده 3 اللي يبقى ليه ركله جزاء واحده والثانيه ما تتحسبش لا يا كابتن طالما ليا ركله جزاء من فضلك الدهاني صح ولو ليا الثانيه الدهاني ولو ليا اي عقوبه الدهاني انا ما بتلعبش على النتيجه لان انا ممكن قوي 3-1 ممكن تبقى 3-2 تبقى 3-3 كلام نقول لكل حكامنا من فضلك ما تحسبش حسابات لان المباراه في ثانيه ممكن تقلب منك وتعكس معاك في القرارات. من خلال الحالات التحكيميه يا كابتن علاء في حاجات كثيره جدا جدا في القانون هنشوف سريعا انا اختصرت الحالات كلها لي خمس حالات سريعا هنمر بيهم ونشوف اول حاله معانا في الحالات اللي موجوده. خلينا نروح لاول حاله هنا كره على التنفيذ ستوب 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 ارجع تاني. التمركز هنا ليه دور كبير جدا 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 لان هنا في مخالفة على لاعب سموحة نمشي بقى ونشوف الإيد نمشي شوف هنا الكرة خرجت وقلنا لما بتخرج خارج نطاق الجسم وبتكبر الجسم تدخلت في مسار الكرة وبالتالي هنا البنا هنا من مكانه كابتن علاء ما شافش تمام وانا بقول لك يا بنا المفترض في كرة زي ديت تعالى يمين شوية عشان تقدر تكشف ايه المخالفة هنا ركلة جزاء طبعا الفار تم استدعاء الفار وراح سريعا ما خدتش منه يمكن 10 ثواني خلاص هي واضحه وراح اقتنع وما كبرش في القرار ورجع على طول هو بص هنا للفار والحكم روبر جاب له البوينت اوف كونتاكت
ونشوف هنا الايد هي خارجه كابتن خالص نطاق الجسم، وبالتالي هنا كبرت محيط الجسم. ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي عن طريق الفار. نروح كمان في حاجه مهمه بعديها، نشوف بقى التنفيذ يا كابتن. احنا قلنا كابتن لو دخول لاعب ولاعب من هنا او من هنا دي قرار الحكم، نشوف التنفيذ ونشوف حارس المرمى هل هو اتحرك. نمشي هنمشي هنمشي هنمشي، تمام. لحظه التنفيذ وقف، كمان نمشي نمشي ستوب كمان. بص هنا عندنا اثنين لاعبين من نادي سموحه، واحد من الاهلي، خلاص اوتوماتيك كده كابتن. انا الحارس ما اتحركش، ما عنديش مشكله مع الحارس، ولكن دخول لاعب من هنا ومن هنا طبقا للقانون ماده 10 يجب ان تعاد هذه ركله الجزاء. الكلام ده للحكام كلهم من فضلكم، خلي بالكم ايه حاله الدخول من اللاعبين اثناء تنفيذ كابتن. هو ممكن ما يكونش خد باله، الفار ما كلموش. لا الفار ما دخلش في دي، ما يدخلش الفار، يدخل في حارس المرمى. طب هو ما خدش باله، حلها ايه بقى كابتن؟ انا حاجه اسمها مش حاجه اسمها ما اخدش بالي، انا كحكم لابد ان انا لاخر لحظه لاخر لحظه انا عيني على الناس. وفي تحكيم وقائي، من فضلك ما تخشش، من فضلك ما تخشش، وقف. انما دخول هنا هذه المباراه وهذه الحاله ممكن تكون هدف المباراه. صحيح، يعني دي مهمه الحكم، لابد ان هي تعاد لا وجود للفار فيها. ممكن يعني هي تعاد، تعاد طبعا. ماشي يلا خلينا نروح للي اللي بعديها، نشوف الحاله اللي جايه. وحاله من الحالات يعني انا مش عارف يعني اين دور الفار. يعني حضرتك موجود النهارده في الفار عشان مثل هذه الحالات، نشوف هل في مخالفه ولا لا. نشوف اللاعب هنا نجح في لعب الكره وخد الكره على جنب، خلي بالك من الايد اليمين، ايد الهاني، الايد اليمين مظبوط في الرجل، وانا جاي بسرعتي صح. اي لطشه من فضلك لو سمحت، انا بتكلم بالقانون، انا جاي خدت اللاعب حارس مرمى على بره وجاي بسرعتي، اي لطشه في رجليا مظبوط بلانتي، مظبوط بلانتي. البنا ما يعرفش يشوف تفاصيلها، هات لي تمركز البنا من فضلك، هات لي الحاله من الاول. معلش هي بص يا كابتن لازم تيجي من زاويه ثانيه، حاولك يعني الزاويه دي برده مش واضحه قوي يعني. ارجع لي هجيبها لك، ارجع لي من فضلك على تمركز البنا. لا من لايف خالص، من لايف، من لايف، معلش من هنا ستوب كابتن. مين يشوف تفاصيلها؟ مين يشوف الايد؟ ممكن المساعد، ممكن لاينزمان، ولكن الفار موجود. صح، همشي مع كابتن بلال ونجيل نعيد الحاله. يلا خلينا بقى نشوف الحاله، العاده الاولى والثانيه والثالثه. الايد اليمين رايحه تماما تماما وعامله عرقله للرجل للاعب نادي الاهلي. شوف العاده الثانيه لو في، لو في عاده موجوده ثانيه معاك. ما فيش، انا شايف هنا ركله الجزاء كان يجب على الفار. امال فين التصوير يا كابتن؟ كان يجب على الفار هنا كابتن، هنا ثاني هنا في عاده اهي هنا كابتن. بص هنا ممكن تبقى واضحه شويه، الايد رايحه يا كابتن، الايد رايحه، ده متعمد. الايد رايحه للرجل. فين الفار؟ اين محمود السوق؟ لا بص يا كابتن، هو ممكن ما يكونش فيها تعمد، بس هي امكانيات حارس مرمى. في حاجه اسمها تعمد، في حاجه اسمها اهمال. انا النهارده ازاي بتروح بالظبط؟ خلاص ركله جزاء، ركله جزاء لم تحتسب للاعب نادي الاهلي، ولا بقول الفار. يلا خلينا نروح للحاله بعد كده سريعا ونشوف. تاني هنا الحكم بياخد اروع قرار في حياته ولم يتردد، بينه وبين اللعبه 5 متر. نشوف الحاله هنا. السؤال، مش معنى ان انا انجح في لعب الكره ثم عرقل يبقى انا النهارده بعفيك. مش مخطئ هنا، في حركه اضافيه نشوفها. غمست وكملت في القدم من تحت. شوف تاني، هو هنا سؤال بس، هو حسبها وراح البنا حسب ركله الجزاء الصحيحه. ايه ده حضرتك بتجيبه ليه؟ حضرتك بتجيبه ليه؟ ايه اللي انت شفته؟ البنا راح شاف طبعا رجع، معرفش. وده انا زعلان من البنا فيها بامانه، ان كان يجب عليك يا بنا النهارده تصمم على هو مش القرار الاول والاخير لحكم المباراه بالظبط. بالظبط بالظبط. طب انا ممكن الفار يستدعيني وانا اكون الفار بيقول لك احتماليه، هو الفار بيقول لك انا شايف حاجه انت مش شايفها او شايف حاجه احسن. انا عايز بس اسال سؤال بس صغير قد كده، اتفضل. هو اجباري لما الفار يناديك تروح له؟ بص ولا لو انا شايفه متاكد احسب؟ لابد انك انت تروح طبقا للبروتوكول. كابتن ما انا بس الا في الحالات المكانيه قانونيتها يعني. معلش كابتن، الحالات المكانيه ايه؟ اللي هي لمسه يد خارج او داخل. لو الفار قال لك داخل خلاص مش هتروح له، دي حقيقه مكانيه، دي خاصه الفار. انما الحالات التقديريه انا بتكلم مثلا زي كده، مثلا يعني انا شفت في كاس اوروبا اللي فات بطوله اوروبا يعني الناس بترفع والحكم لا 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 خلاص مش هروح، هو شاور خلاص بالزبط. او في حاجه تانية بنالتي يعني ده تفاهم ما بين حكم وحكم الفار، ولكن هنا هو راح له. وانت شفت يا بنا ركله جزاء صحيحه، هناك لعبه وحركه اضافيه من المدافع ان هو كمل في الرجل. سؤال يا كابتن ناصر، معلش هو مين على الفار؟ محمود السوقي.
مين؟ محمود دسوقي حكم الفار. هنا ركله جزاء لم تحتسب ايضا للنادي الاهلي، وانا قلت هنا ركلتين جزاء لم يحتسبا للنادي الاهلي. الحاله اللي جايه واخر حاله معانا، وحاله مهمه جدا 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 وتتكرر كتير جدا جدا هنا في الماتشات. ستوب. كوره. كابتن علاء الله يخليكم يا جماعه، احنا بنلعب في دوري بالظبط ممتاز، مش دوري الحواري. هذه الحاله تتكرر عندنا في الدوري المصري للمره الثانيه. عيب قوي. المره الاولى كانت في مباراه الاهلي والزمالك والحكام لم تتخذ قرار فيها. النهارده تعالى اقول لك على مشكله اللعبه دي طبقا للقانون. هنا الكره ديت لو الهجمه داخل منطقه الجزاء يا كابتن علاء والكره ديت جت في الكره ديت وقفت الكره، ايه القرار؟ لو الاهلي داخل منطقه الجزاء صح والمهدي راح شايط، انا بس عاوز اقول للمهدي خلي بالك دي ممكن تتحسب عليك ركله جزاء لو الحدث ده داخل الصندوق. صحيح. الموضوع مش سهل كابتن، احنا عندنا لابد ان احنا نفهم القانون. الهاني سليمان، الهاني سليمان، الهادي قوي او المهدي، يعني لو دي داخل منطقه الجزاء والكره تصطدم بالكره يتوقف اللعب ويحسب الحكم ركله جزاء وتاخد بطاقه، ممكن تاخد بطاقه حمراء. صح. هنا بقول ايه؟ هنا الحكم طبعا خلى اللعب يتواصل، ماشي لم تتدخل، طب فين البطاقه الصفراء يا كابتن ايمن؟ عموما لابد الحكام تفهم القانون قبل ما تفهم الفار. لكن الحكام بتشتغل وعامله معسكرات من 11 من 11 لحد الان، ولكن المردود لسه ما زال حتى الان مش ده اللي احنا بنامله يا كابتن ايمن. من الاخر في ضربتين جزاء النهارده، ضربتين جزاء طبعا لا ثلاثه كلام، ضربتين وكارت احمر لهاني سليمان. لا ده لو كانت اللعبه ديت داخل منطقه الجزاء يا كابتن. ثلاثه ايه اللي كابتن؟ ده تهريج يا كابتن والله. كابتن. والله ده تهريج. بعدين نشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ايمن. في ثلاثه النهارده ضربات جزاء. خلينا كابتن اثنين عندنا. واحده بره. في الماتش الثاني. تمام. في الماتش الثاني. انا في الاخر. وفي ايه؟ اللجنه بتشتغل معسكرات ومحاضرات وتدريب فني، الحكام لابد ان هي تساعد نفسها في بشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم المتميز دائما كابتن ناصر عباس. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه استوديو التحليل لمباراه الاهلي وسموحه والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 4-1 في الاسبوع السادس الدوري العام المصري الممتاز لكره القدم، ومواصله النادي الاهلي صداره جدول الترتيب للاسبوع السادس على التوالي. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. حابب اشكر ضيوف الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم الف شكرا كابتن، شكرا كابتن ايمن، والف مبروك اداء ونتيجه وكل شيء الحمد لله. الحمد لله ربنا ينصرنا دايما يا كابتن، الف مبروك يا رب ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن الف شكرا مبروك يا كابتن، ومتشكرين جدا ونفسنا نشترك في طبقه الفار ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء ميوب الف شكرا كابتن، نورتنا. شكرك ايمن ومبروك للنادي الاهلي مباراة ممتعة، أداء ونتيجة وجميل السنة دي في النادي الأهلي، بادئ الدوري بنتائج كلها عالية جدا، ده بتوفيق يا رب إن شاء الله. كابتن أحمد بلال هدفنا، شكرا يا كابتن نورتنا. بنكرمك يا كابتن، مبروك للنادي الأهلي ويعني ماتش رائع جدا جدا جدا، ونتمنى يا رب إن شاء الله العلامة الكاملة نهاية السيزون بإذن الله. بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. بعد قليل إن شاء الله ينطلق الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش، وتحديدا في الساعة 7:30 إن شاء الله. أعزائي المشاهدين أتمنى لكم مشاهدة سعيدة، وبإذن الله نلتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر. أنت برضه هتكلم؟ لا طيب. وبإذن الله نلتقي على خير بإذن الله، لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.